بداية نهار جديد، بداية عالم صباح جديد كمان نحن وياكم نترافق فيه. مشوارنا الصباحي المعتاد اليومي من هلأ لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. طبعا مثل كل نهار خميس كمان في عنا فقرات ثابتة، عنا ضيوف، عنا كتير مواضيع رح نحكي فيها، وبطليعتها أشرف حسين موجود مثل كل يوم على فقرات ورشة ملح. بدي صبحه بألف خير وناخد منك تفاصيل نطمن بأول النهار. كيفك شايف اليوم؟ منيح، كيفك أنت؟ الحمد لله. صباح الخير هيك لك ولكل المشاهدين. مثل العادة اليوم في عنا أربع وصفات رح أقدمهم لكل المشاهدين. طبعا عنا جياب التاجر بالدجاج، طبق كتير طيب رح نحضره خلال فقرات رشة ملح. كمان وكمان في عنا كبسة القرايديس، طبق كمان طيب. عنا أيضا توست بالأفوكا والحبق، وعنا بانكيك بالشوفان، بس اليوم البانكيك بالشوفان الخالي من الجلوتين. هول هن وصفتنا لليوم مثل العادي غادة، للناس اللي عندهم حساسية على الجلوتين. صحيح. أوكي. انا بقول لك كل المشاهدين مثل العادي ما تنسوا الورقة والقلم لحتى اعطيكم كل المقادير خلال فقرات رشة ملح. هيدي على السريع هيك مطمن بأول النهار شو رح بيكون في تحضيرات بمطبخنا. عندنا كمان مواضيع عديدة اليوم كارمن مثل العادي مثل كل نهار خميس بتكون موجودة على فقرة زودياك، فاللي حابب يتصل فيها يبلش من هلا يحضر حاله. كمان لما بتكون معنا كمان في عندنا موضوع له علاقة بالأدوية، بما انه بهالأيام عم ينحكى كثير عن الأدوية بلبنان، إن كان من حيث أي دواء ممكن ينقطع، أي دواء أغلى يمكن من اي محل تاني. رح نحكي كمان مع ضيفتنا بعد شوي عن موضوع له علاقه بالادويه. كمان كندا بتنضم لنا ضمن فقره ارض وورد، وخلينا نحكي مع تانيا. البدايه دائما مع كارمن، حظنا لليوم. صباحكم الخير، اليوم الخميس 27 ايلول سبتمبر، اليوم القمر مرافقنا من برج ترابي برج الثور، وباقي ثلاث ايام ورا بعضها، الخميس الجمعة والسبت. كيف رح بيكون هالنهار لكل الأبراج؟ البداية مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، يبدو وكأنه في مزيد من التطور عندك، سواء من كان فكرة، مشروع عم بتفكر فيه، صار لك يومين اشتغلت عليه أو خطر عبالك المشروع واليوم أنت عم بتطبقه. تبقى المواليد اللي بعتبرها أنشط من غيرها هي مواليد شهر أدار مارس، والأكثر حظا هي 11 و12 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور، وجود القمر ببرجك فترة ثلاثة أيام ورا بعضها عم تعطيك مجال أكثر من أي وقت آخر، أكثر من أي شهر آخر، لحتى تبلش ببروجي عندك. شو هو هالبروجي؟ حسب موقع الشمس بهالفترة من السنة. هالفترة من السنة الشمس موجود البيت السادس عندك، يلي هو بيت الشغل وبيت الصحة، which means إنه في احتمال يكون في عندك مسؤولية جديدة بعملك، أو أنت عم تغير شغلك، أو عم بتضيف شيء لعملك أو لأسلوب شغلك. احتمال أيضا الوضع الصحي بلش تهتم فيه، نظرة جديدة مختلفة لهالأمور، وفي احتمال أنه تتطور عندك طبعا كل شيء إلى مسألة إيجابية. الأكثر حظا بالتأكيد هي مواليد شهر نيسان أبريل. كمل مع برج الجوزاء. بيوصل مولود برج الجوزاء إلى مرحلة ستوب، مرحلة انتظار ترقب، مثل اللي بيوصل على محطة التران أو بده يطير وعاد ناطر بقاعة الانتظار. الفرق انه ثلاث ايام عند مولود برج الجوزاء قاعد ناطر. شو بتعمل بهالوقت؟ تفتح اللابتوب، تبلش تشتغل على الامور عندك اياها، بتشيل من دربك امور، اوراق، معاملات، اشياء بتتسهل، فبدك تسهل امرك اليوم بالتي هي احسن، لكن امور سهله وما بدها انك تكون عم تستعجل او عم تركض او عم تعقد حياتك. اليوم نهار غير مناسب لحتى تاخذ فيه اي قرار اصلا، وكون حذر انه حجوزاتك تطير او غراضك تضيع، كل هالامور هاي اللي بتحمل التباسات. هنالك نوع من خيبه امل عند مواليد شهر ايار مايو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، اليوم نهار يبشر بالتقدم، بالخير، بالانفراج، التعب اللي كان عانيت منه تحت تأثير هالفلمون اليوم بلشت تطلع منه، مش انك تضلك مكمل ومعصب ومعصب صار لي يومين، خلصت هالموجة، ما فينا نضل مكملين معصبين، بدنا نطلع منها، دغري بدنا نطلع منها. ليش؟ لأنه أكثر شخص بده ينزعج بالنتيجة هو أنت. أحسن شيء بنعمله أنه نكون نحن مبسوطين، وبالتالي اليوم لازم تاخد قرار من الصبح أنه لازم تنبسط، لازم تخلي البسمة على وجهك، لازم فعلا تكون تنسى تتجاهل هالأمور السلبية. في حلول بتجي شوي شوي. الأكثر حظا 1-2-3 تموز يوليو، وبدي يضيف عليها 13-14 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد.
بالنسبة لبرج الأسد حان الوقت لحتى بعطلة هالأسبوع واليوم إنك تكون شخص تتحمل مسؤولية عمل أو أداء أو نتيجة لعمل سابق. يمكن يكون حدا شاغل هالشي، يمكن حدا من عندك من البيت أو حدا من الأشخاص اللي أنت بتشتغل معهم، وبالتالي اليوم بحس حاله مولود برج الأسد أنه واقع تحت حمل، تحت ضغط ما. بالنتيجة هيدي سمعتك، هيدي صورتك، فمضطر أنت اليوم أنك أنت تعرف تحافظ عليها. الأكثر انفعالا 27 و 28 تموز يوليو. نكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء اليوم مع وجود برج الثور ثلاث ايام ورا بعضها، هيدا نهار يبشر بابواب مشرعه بوجهك، مشرعه بوجهك. ايه مشرعه بوجهك؟ انه ما في عقبات. خي واخيرا خميس جمعه وسبت بتركض فيهم ركض، بتتسهل الامور فيهم، بتفرح فيهم، بتتيسر. يبدو وكانه في فكره عندك، العلاقه بسفر، العلاقة بدرس مسألة معينة، العلاقة بتغيير مكان إقامة مثلا. يبدو وكأنه اليوم أنت جريء شوي مولود برج العذراء، وعندك نوع من مشروع حابب أنك تخوضه، وعندك ثلاثة أيام لحتى تنطلق فيه. الأكثر حظا مواليد آب أغسطس. بكمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان، هالمشكل اللي صار أو هالانزعاج اللي انزعجت منه في اليومين السابقين خلص راح صار وراك. هلأ وين المشكلة؟ المشكلة إذا صار في أزمة بهاليومين اللي مرقوا، اليوم هو نهار، مش بس اليوم، في ثلاثة بيشبهوا بعضهم، نهار مناسب لتصليح هالأمور، لتاخد خطوة إلى الأمام باتجاه فلان فليتين لتمشي الوضع، لأنه اليوم نوعية الوقت هي للمصالحات للتسويات. الدبلوماسية مطلوبة بالتأكيد، والأكثر حظا 26 ل 29 سبتمبر. بكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب اليوم فلكيا هو من أسوأ أيام شهر سبتمبر، اليوم بكرة وبعد بكرة. الأجواء صعبة، معقدة، مأزمة، أو أجواء عادية مع احتمال أنها تتأزم. شوف شو بدك تعمل، يعني بدك تبعد عن المشاكل. وين بتشوف احتمال يكون في مشكل مع فلان؟ دغري يا بننسحب يا ما بنتعاطى مع الامور. المهم الخلاصه، حاول تبعد عن المشاكل، ضروري تبعد عن المشاكل لانه مشاكل بتتازم. عندك ثلاث ايام الاخبار فيهم منها هالقد ايجابيه. الاكثر تعبا مولود اكتوبر، لانه فينوس والمشتري ببرجك رح استثني على الارجح، على الارجح 2 3 13 و14 نوفمبر من هالتاثيرات السلبيه. بنتقل لبرج القوس. مولود برج القوس مرق عليك يومين كثير حلوين، كان مفروض وان شاء الله تكون خلصت فيهم، سهلت امورك فيهم. اليوم نهار بترجع بتقعد على المكتب مثل الشاطر، ترجع على المدرسه مثل الشاطر، على الدرس، على تقديم الريبورتس، على الشغل الجيد والممتاز. اليوم نهار متعب بالنسبة لك، لكن تنظيم جدول الأعمال بيساعدك كتير. يلي ما بيهدى هو 1 و 2 و 3 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي اليوم هو من الأبراج اللي فعلا 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 معقول تسجل أو تعمل علامة فارقة لصالحها. اليوم نهار في وصلك إلى قمة، في وصلك إلى إنجاز معين عم تشتغل عليه. من بعد يومين صعبين كانوا، يمكن مشكل، يمكن خلاف عائلي أو وعكة صحية أو تراجع، اليوم في انفراج، اليوم في أخبار حلوة، واليوم أمورك بتتسيسر. الأكثر حظا بالتأكيد اليوم هي مواليد ديسمبر. نكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو يا راجع من سفر، يا رايح عم تضب الشنطة، يا أما عم تتنقل مكان إلى آخر، يا أما عم تحكي مع أشخاص وعم بدخلهم على حياتك. يبدو وكأنه في ارتباط، في حنين للماضي، لكن بالوقت نفسه في عندك رغبة بالتمرد لأنك زعلان، وفي شيء خاص، مسألة شخصية كأنه مخيبت لك أملك. لذلك خذ الأمور على الهدى، الجو العام مشرق، فقط اليوم يبدو وكأنه في بعض هيك الحساسيات العابرة. بتبقى المواليد الأكثر تعبا نسبيا هي مواليد كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت بدك تواجه اليوم الأمور بفصاحة. يعني اليوم إذا بتقرر أنك تكون خجول
لعادتك وتحكي ونيستك كلك حقك، اليوم يكون هذا شيء غلط، لأنك تملك اليوم قدر كتير كبير من الفصاحة، البلاغة في الكلام، بالأفكار الرائعة اللي بتقنع فيها الآخرين. تلفين، تحرك، قوم، حط حالك بالسيارة، اشتغل، ابعت إيميلات. اليوم مولود برج الحوت لازم تشغل حالك فكريا وجسديا أيضا، لأنه بيطلع بأمرك. الأكثر حظا 27 28 شباط فبراير 11 12 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة مهمة لازم ضروري ينشغل فيها على أو بإطار القانون، الإدارة الصحيحة. شو ما كان عمرك لازم بهيدي السنة تنتبه على أمور تشتغل عليها. مثلا تنقول أنت تلميذ، في عندك دفوارات، عندك واجبات مدرسية ضروري تكون عارف شو هي، ضروري تكون مفقطها يعني كاتبها وماشي على بروجرام معين. أمور صحية، استشفائية، قانونية، مالية، معقولة تبين بهيدي السنة. أكتوبر تشرين الأول، شباط فبراير، حزيران، يونيو، هني أفضل أشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة. باي باي. بلشنا بأولى فقرات عالم الصباح طبعا مع كارمن، وطمنا على حظنا لليوم الخميس. خليكم معنا من بعد البريك، رح نرجع نتابع فقراتنا، منكون على صحة السلامة. موضوع الدواء يلي صار بياخذ حيز كتير كتير مهم بحياتنا اليومية، وبالتالي وقت ما نقول انه في صحة للإنسان ضروري انه صرنا عم نتكل كتير على الأدوية. إنما هالأدوية هل ممكن بمحل من المحلات تكون عم بتضرنا؟ ومين مسؤول وكيف؟ وكيف المواطن لازم يعرف حاله إذا هو انأذى من أي دواء يقدر يعمل أي ملاحقة قانونية؟ صحيح؟ ضيفتنا اليوم المحامية والباحثة القانونية مروة درغام. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. المسؤولية المدنية لمنتج الدواء عن العيوب الخفية في الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، هيدا الكتاب يلي صدر مؤخرا بناء على دراسة طويلة أخذت معك سنين، رح نحكي عنها بشكل مفصل. أكيد. منتج الدواء بالأول يعني قبل ما نفوت بتفاصيل الانطلاقة، كيف كانت لهالدراسة هاي؟ ليش قررت انه نحن لازم نعمل هالمقارنة؟ شو لقيتي في نقص على الأرض؟ أول شيء هي أنا طرقت لهيدا الموضوع لأنه بلبنان مثل ما قلتي حضرتك في كتير أزمة دواء، وما في قانون بيرعى سلامة الدواء بلبنان. في بعض النصوص والمراسيم المتناثرة، بس ما في مثل إضاءة على هذا الموضوع من الناحية القانونية. بالتالي المتضرر كتير أوقات بيوقف عاجز، يعني ما يصير معه أي تناول دواء بيتضرر بيوقف عاجز، أنه ما بيقدر مين بده يلاحق قانونيا، مين هو المسؤول، شو هي الإجراءات القانونية. فبالتالي يعني ما بيكفي بهذا الطريق. فبالتالي هو موضوع يعني شائك جدا ودقيق وحساس جدا، ولأنه أنا حبيت أتناول بكتابي موضوع بلامس الناس ووجعهم وألامهم. موضوع الدواء هو من الهموم اليومية للناس، وكمان مثل ما بيقولوا رسالة إنسانية للمجتمع ورسالة تشريعية للمشرعين عنا بلبنان ليبادروا أنه لإقرار أمن الموضوع إذا صحيح. في أي ضرر. خليني بس يعني نبسط الأمور أكثر. عادة يلي بنعرفه نحن أنه ما في دواء بينزل إلى الأسواق غير ما بيكون مارق بمراحل عديدة وآخذ موافقة من جهات دولية إذا بدك مسؤولة، يعني المنظمة العالمية يلي هي بتقر أنه هيدا الدواء صالح أنه الناس تستعمله إيه أما لا. فبنتيجة اليوم وقت عم نحكي عن ضرر، وين عم بيكون الضرر؟ هل لأنه الإنسان هو ما تقبله، أو لأنه صار في فسد الدواء بمرحلة من المراحل، أو لأنه خلصت مدته، أو يعني شو الضرر اللي واحد مفروض أنه يلاحق فيه قانونيا؟ هو مثل ما قلتي حضرتك في عدة بروسيدور، بس ليوصل الدواء من برا لبنان هون بيتخللوا كتير مشاكل، ومنها نقص الرقابة، ولأنه نحن ما عندنا صناعة وطنية قوية. هلأ عم بصير في عنا عم
تتقوى شوي، بس نحن ادويتنا معظمها مستورده، والاكثر من هيك نحن ما في عندنا مختبر مركزي بلبنان. هذا الشيء بيعمل مشكله كثير كبيره، لانه في يعني الدواء المفروض ينفحص كيميائيا المواد الموجوده فيه وكل هالمواضيع، فهذا مشكله كثير اساسيه. ولكن هلا نحكي عن موضوع انه صار في مركز فينا نقول لسلامه الدواء والغذاء والمي بالجامعه اللبنانيه بكليه الصيدله، مديره هو الدكتور نزيه ابو شاهين، عم يشتغلوا على هذا الموضوع، اشتغلوا على موضوع الدواء والغذاء، وهلا عم نشتغل على موضوع الدواء اكثر، انه تيكون هو المركز المعتمد الرسمي المعتمد لفحص المواد الكيماويه اسوة بالمختبر المركزي. وهلا نحن في اضرار كثير يعني بتتعلق بالادويه، منها الادويه المهربه اللي ما فيك انت تسيطر عليها، منها الادويه المنتهيه الصلاحيه، منها الادويه التركيبات الكيماويه تعيلها مثلا، في اوقات بكون فيها مواد غير فعاله، فبالتالي هيدا بياثر على صحه الشخص. أوكي. اوقات نقص بالكميات، اوقات سوء التغليف الدواء، وكل هدول الاسباب بتودي لهذا الموضوع بيكون في هذا. طيب شو بين معنا على الارض من خلال هالمقارنه بالكتاب؟ عامله مقارنه تحت ان نشوف شو النواقص فعليا عندنا، باي اتجاه لازم يروح القانون والتشريع. هو انا بدراستي لاحظت انه في كثير ثغرات تشريعيه بلبنان، لانه ما في عندنا قانون لسلامه الغذاء وللقطاع الصحي بلبنان، فبالتالي في كثير ثغرات تشريعيه، ما عدنا بنتعامل مع بالدواء عفوا كاي سلعه ثانيه، كانه عم نشتري شقه يمكن او عم نشتري سياره، لنطبق نفس القانون يعني. فبالتالي الدواء اللي هو يعني سلعه او ما بدي اسميها سلعه، هو منتج جدا خطير وعنده اثار جانبيه خطيره، فبالتالي لازم يكون عنده هو عنده خصوصيه معينه، فبالتالي لازم يكون عنده معامله خاصه. وكمان انا عملت مقارنه مع القانون الفرنسي بفرنسا، صار في عندنا قانون لسلامه الادويه بفرنسا. بفرنسا تطوروا لدرجه انه حتى نقص الارشادات، يعني ما ذكرتها من قبل شوي، نقص الارشادات ان من قبل المنتج مثلا بالرشده الطبيه او من قبل الصيدله او من قبل اي حدا مسؤول عن الدواء، هذا يعتبر عيب. وكمان مثلا من فتره قصيره يعني بامريكا حكموا بسان فرانسيسكو في مزارع انصاب بمرض السرطان بسبب استعمال مبيد زراعي معين، وراح رفع دعوى على شركة كتير مهمة هونيك بأمريكا، وحكموا له ب 289 مليون دولار، لأنه السبب هو نقص الارشادات، ما حطوا الارشادات اللازمه على طريقه واستعمال اكزاكتلي. وهو اكيد ما اخطا كمان من ناحيه، لانه كمان في مسؤوليه على المريض، فبالتالي حكموا له بهالقد مبلغ، وكمان قيمه الضرر. فبالتالي نحن وين هن وين نحن بعدنا يعني، فبالتالي على امل انه يصير في هذا الشيء. اذا هذا موجه لكل الناس يعني، واحد يعرف شو حقوقه بالنتيجة، وكمان موجه صح للحقوقيين انهم يعرفوا وين الثغرات يلي لازم انه ينشغل عليها وينشغل عليها. فترة طويلة يعني قدرت تعملي فيها بهالفترة، يعني وقت واحد عم يحكي عن دواء عم نحكي عن شيء عم يتطور يوميا، وقتها عم تقولي لي اخذت تقريبا سنتين وقت حتى اعمل هالدراسه، في اشياء تغيرت على الارض انت وعم تعمل الدراسه. اي مزبوط، وكنت مواكبه لكل هدول التغييرات، وهلا من بعد الكتاب كمان مواكبه للتغييرات اللي عم تصير، ويمكن يصير في ريفرنسز له اكثر كمان، ابحاث هيك مصغر عن الموضوع. اي فعلا يعني موضوع الدواء يعني شائك جدا، ودائما دائما بتطور حتى برا، يعني ما في واحد يقف عن. انا مثلا حكيت باخر الكتاب عن مخاطر التطور العلمي، انه قد ايه الدواء دائما في علوم طبيه متطوره وطرق واساليب طبيه متطوره، لازم المسؤول عن الدواء دائما يعني فولو ذيم، يعني ما يوقف مطرح معين، ودائما وقت طرح الدواء بالسوق المفروض يدل عم بي عنا موجب التتبع للدواء كرمال المخاطر المحتمله
بعدين او نقص بالادويه مثل ما هلا عم بيصير بلبنان. طيب خلينا نرجع لكان بس يعني حتى نفصل شوي اكثر ونشوف عنا أكيد. بلبنان على الارض شو عم بيصير. عنا مصدرين للدواء، ممكن يكون انتاج محلي، ممكن يكون مستورد. مزبوط. المنتج المحلي بمر بوزارة الصحة، بمر برقابة على المختبرات، بمر ببروسيدور. وين النقص بما يختص بالمنتج المحلي بحال صار في أي أضرار لمستهلك هيدا الدواء؟ لمين بيلجأ هون عادة هلأ؟ هلا نحن هون قبل ما نغير بالقوانين هلا شو بيصير؟ نحن هلا بالنسبه للدواء المحلي، نحن المشكله انه نحن عنا معتمدين على الدواء المستورد اكثر من الدواء المحلي، يعني ما في عنا صناعه محليه مثل ما هو لازم، فهيدا لازم ترجع باللي موجود. باللي موجود هل موجود هيدا حتى لو ضئيل او صغير، اذا في اي ضرر قانونيا بلبنان شو بيقدروا يعملوا المرضى؟ ما هو المشكلة انه اللي بيقدروا يعملوا انه بيرفعوا شكوى، بس هيدي مثلا بروسيدورز حتكون طويلة وما حتكون منظمة، ما حتكون اكزاكتلي. عشان هيك انا دعيت بكتابي انه يكون عنا نيابة صحية، نيابة عامة صحية لمواكبة هيدول المواضيع الصحية والطبية بلبنان ومساعدة المرضى بالاجراءات القانونية، ويكون في عنا، لانه يعني اي دعوه مثلا واحد بيرفعها بلبنان المشكله انه كثير بتاخذ وقت، واكثر من هيك يعني على شو بدي، يعني ما في كيف بدي اقول، ما في مسؤوليه خاصه بالدواء، يعني مثل ما انا قلت يعني بعدهم عم بيطبقوا القوانين الموجوده بقانون موجبات والعقود، هو العيب الخفي. افسر شو هو العيب الخفي هيك ان جنرال، انه المفروض هو بالقانون انه اي نقص مثلا بعدم صلاحيه الشيء للاستعمال بيؤدي هيدا لرفع المسؤولية، وأكيد هون في إثبات إنه قديم وإثبات إنه مؤثر، يعني في عنا عدة إثباتات، فهيدا المستهلك الطبي كتير صعب عليه إنه هو يتحمل عبء الإثبات إنه في ضرر بالدواء وفي هيك ومين هو المسؤول، يعني عن جد جدا صعبة. وبالتالي انا بدعي انه يكون في عنا مسؤوليه خاصه اللي هي بتعتمد على الضرر مش الخطا، مش انه اذا اخطا المنتج عم برفع عليه مسؤوليه، مجرد انه يصير في هذا المنتج بيسبب ضرر للانسان لسلامته، هذا بيستدعي مسؤوليه، وعلى المنتج هو اللي يثبت انه انا ولا الدواء وقت طرحته بالسوق ما في عيب هو سليم. وكمان موضوع عدم الصلاحيه للاستعمال، انه الدواء حتى لو كان هو تركيبه الكيماوي صحيح وما في اي خطا بتركيبه الكيماوي او تركيباته الداخليه الفنيه، ولكن مثل ما قلت نقص بالارشادات بشكل معين، هذا برتب مسؤوليه حتى لو هو كان صالح للاستعمال، وهذا المفهوم بلبنان بالنسبه للدواء منه موجود. اوكي طيب خلينا نروح اكثر شوي حتى نحدد اكثر المسؤوليات. اليوم اجمالا ما في حدا بياخذ دواء غير ما يكون بوصفه الطبيب. اوكي الطبيب هيك المفروض، هيك المفروض. هلا الا اذا الادويه اللي بينباعوا بدون وصفه طبيه، اوكي بدون وصفه طبيه، هيدي كل العالم بتعرفها، وهون واحد ساعتها بيتحمل مسؤوليته اثنين، المريض والصيدليه اللي عم بيبيع، لانه المفروض يكون عم بيراقب شو عم بيبيع عنده بالصيدليه. الطبيب هون وقت اللي عم بيعطي الدواء ما عم بيعطي ارشادات معه كمان لل كيف طريقة الاستعمال وكيف هيدا، هو المفروض هيك. هون ننظر لهيدا الموضوع، هو المفروض هيك يعني، ولكن هل بدنا نسأل هون، هل صار في نقص بالإرشادات؟ هل إنه أو هل إنه المريض هو اللي لم يلتزم بالإرشادات اللازمة؟ لأنه مش دايماً الحق فينا نقول على الطبيب أو على الصيدلي أو على المنتج أو إكسترا، في أوقات يمكن يكون في مسؤولية على المتضرر. صح فعلا، فهون عشان هيك يعني انا عم جرب شوف، يعني مفروض نكون مرقنا على الطبيب، مفروض نكون مرقنا على الصيدليه، مفروض نكون انه رينا ساعتها اذا ما عملنا كل هول ساعتها واحد ما بيقدر يقول انه الحق صحيح. على الدواء او على منتج الدواء صحيح. او على اللي بيعني صحيح. الدواء صحيح. ما هو انا حكيت هون بالكتاب عن فصلت المسؤوليات، يعني مسؤوليه الطبيب والصيدلي والمنتج والمتضرر، لانه المتضرر كمان عليه مسؤوليه، ممكن يوزع المسؤولية بيناتهم، وممكن يتحمل هو المسؤولية وحده أو هن يتحمل المسؤولية وحده حسب يعني الظروف.
واكيد هون كمان مسؤوليه المنتج والطبيب والصيدلي كمان بياثروا على بعض، يعني حسب وين صار الخلل او وين صار الخطا، من مين، من قبل مين، وهون بتتوزع ساعتها المسؤوليه، مسؤوليات على الجميع. من بعد هالمقارنة هي عم تقولي انه بعده يعني في كتير فرق بيننا وبين بقية القوانين، وعاملة جولة شوي كمان على بعض القوانين بالبلدان العربية. مين الأقرب لإلنا؟ مين الأقرب لبرا؟ بعدها يعني أنا حكيت عن مصر، الكويت، بتذكر الجزائر، عدد دول. أوكي. يعني بمصر أكيد بعد ما في قانون، بالكويت بالهر، ولكن في عندهم عم يشتغلوا على موضوع الدواء، يعني عندهم حول كمية إلكترونية، في عندهم معلوماتية بالنسبة للدواء، يعني عم يشتغلوا على هذا الموضوع مع أنه ما في عندهم قانون متكامل. أما نحن هون لا عم بكون عندنا قانون متكامل ولا عندنا أنه مثل ما لازم مش عم تطوير للقطاع، مش عم ينشغل على هذا الموضوع الصحي. هلا في جهود يعني. أوكي. هلا مع الحكومه الجديده ان شاء الله بتتشكل قريبا، في جهود وفي مساعي يعني مبذوله، ولكن الناس بتتفعل اكثر على الارض. وانا هون بدي احكي كمان بالنسبه للثقافه الصحيه كمان، مثل ما عم تقولي حضرتك، انه اوقات ممكن يكون في خطا من قبل المتضرر. هون مش دائما المتضرر بيشتري الدواء من الصيدلي، مش دائما بيتبع الارشادات، ومش دائما. فكمان الثقافة القانونية الصحية كمان كتير مهمة، لأنه إذا عملنا قانون وما تطبق، أو عملنا قانون وما في ثقافة لتطبيق القانون، فما رح يكون يعني فعال أبدا. فإذا المسؤولية على الجميع، كل واحد يقدر يتحمل مسؤوليته. ما بقوله. ايه أكيد. كل واحد يعني يتحمل مسؤوليته، حتى ما نكون بدل ما نعمل منيح وعم ناخد دواء نكون عم نوصل إلى مواضيع. بس هم بدي أذكر بالجزائر بلشوا يعني ما بقوله عارفة بالفصحى، ياخدوا خطوة القانون الفرنسي، وبلشوا عدلوا مادة قانونية بتتكلم عن أنه مين هو المسؤول. هو جميع السلسلة فينا نقولها غير متتابعة من المسؤولين، مش انه حدا منهم، وجميع المتضررين هو بيقدر يرجع على المنتج ان كان في عقد بيناتهم ولا ما كان في عقد بيناتهم. فهيدا شوي بما يختص بالجزائر. اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. اذا من بعد لقائنا بناخذ سوا بريك صغير ونرجع منتابع. منتابع سوا فقراتنا بمحطتنا التالية، رح نتلقى كمان اتصالاتكم مباشرة على الهواء للي حابب يتصل بلما معشوفي. صباح الخير. صباح النور. بيقدروا يتصلوا، بس يلي بعتين أسئلة هلا بقى ينتبهوا. صح؟ 100%. الجواب ينتبهوا على الأجوبة. وأنا حابب بس أقول هيك شيء صغير. عم فكر ما بعرف تعطيني رأيك. تفضل. إذا في أعمل شي حلقة ميك أوفر للكاسك اللي بنحط على الموتو. سأليني ليه؟ ليه؟ يا أختي عنا شي بهالبلد بيكرهوا يلبسوا كاسك على الموتو، مش مقبول. يعني بتشوفين، عرفتي قديش خطرة؟ شوب. إيه شوب. أو هو بيلبس الورا ما بيلبس، أو إيه؟ عرفتي كيف؟ أنه هو مش أنا هاي شفته مرة. مش هو لابس، بس في ورا ولد مش لابس. نحن ما بتفرق. وأصلا الولد شو عم بيعمل على موتو أصلا هالقد؟ مثلا عرفتي غير وضع. كتير كتير قوية. قلت أنا كيف بدي حببهم؟ لازم أعمل حلقة مثلا حط له صوره ينبسط، يعني نعمل شيء انوفيشن كل الوقت، انه حتى واحد يصير ناطر مناطره لا يلبس ينام فيه بركي. بقى هاي ملاحظه كثير خطره يعني. عم نشوفها كل يوم. اوكي، رح نبلش باول سؤال. حبي تشاركيني او انا بقرا؟ اكيد تفضلي قري السؤال. صباح الخير. بركي بيجي ما فهمته، شيء طويل شيء قصير شيء ملون. صباح الخير مدام لما. عندي بنطلون كتير واسع، فيني البس عليه توب واسع لاني شوي عندي الدفو، ممكن او بظبطه؟ هلا اذا انت شو بتقصدي بالدفو؟ اول شيء بالنسبه للبنطلون الواسع، اول شيء انتبهوا ما تتفركشوا فيه. انا هذا اللي صار فيه، تفركش بالبنطلون الواسع ورحنا فيها كسر. اوكي. البنطلون الواسع اجمالا هلا اللي بيفرق معه مش الوسع، بيفرق معه اذا هو تاي فوت او تاي باس. اذا كان تاي باس ولبست شيء فوقه
كمان واسع، رح بين كل متل الخزامي. اذا كان تاي هوت وقصير، المهم كمان طول القطعه. اوكي، يعني وقت بكون لابسه انا بنطلون عريض لازم مبدئيا البس شيء ضيق من تحته لحتى ورجي البنطلون، والا بيروح الموديل. الا اذا كنتوا لابسين قطعه واسعه من فوق بس مبين خصر البنطلون، ساعتها فينا نلبس هاي القطعه. يعني كثير دقيقه، وانتبهوا اذا ما كنتوا كثير طوال، في بناطلين واسعه وفي بناطلين واسعه. اوكي، إيه لا انه واسعه، في واسعه واسعين كثير، يعني هالقد بعد كانه فستان، يعني كانه أوكي. على وقت السبنتيز كيف كانوا يلبسوا هالبناطيل الواسعه، وبعدها بعدنا بدنا طول ماشيين فيهم، ولا دارجين ما بيوقف. انا بفتكر ما بيوقف. طيب بس بيركوا عليهم ببعض الكولكشنز اكثر. ايه حسب، يمكن شو هيدا حاسين هن، شو حابين، عندهم قماش كثير مش عارفين شو بده يعملوا فيه. انا هيك بحس بس يبعثوا لنا شغل كثير 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 بالسوق، بيكون في منها كثير، بكون خلص هلا قرروا علي رقوا علي انها تنزل. يلا ثاني سؤال. ثاني سؤال عندي صبيه عم تسالني شو فيني اعمل لون بعد الاحمر لشعري بطريقه ما يطلع اورانج. حلو كثير سؤالك، نحن جايين على الشتاء، اجمالا الالوان الدافيه بحبوها الناس، مع انه ما بتعني انه انا مثلا فجاه بدي يصير شعراتي سود، لا، الاشقر بيلبق بالصيف وبالشتاء، مش مواسم القصه، بس اللي غير لون من الاحمر، انا بنصحك تفوتي على البني الدافي اللي اذا ليله لون الاحمر من تحته، لانه بتعرفوا الاحمر ما بينشال بسرعه، فجربوا خذوا لون شو ما تغير اللون يضل في عنا هالرفليل احمر، بس ما عاد احمر اللي كنتوا فيه، ما عاد البتنجاني، ما عاد اللي على موف، اكسروه بالبني، اضبط لون شو ما تغير بضلكم حابين حالكم وما بتحسوا انه ضرب على اورانج. الا اذا هي بدها تفتح يعني اكثر، هلا اذا هي بدها تفتح فتنا بالنحاسه، انا بقول لك اذا قررت تضلك بنحاسه رح يقلب اورانج. بدي ايه وانا قلت لا، كل غسله بيتغير. الاحمر من اصعب الوان، لانه بيحل بالنهايه، يعني ما بيبقى نفس اللون، بده يفتح ويتصير كركبه. نعم. يعني كثير بالالوان. عندنا ثالث سؤال. سؤالها كثير مهم. عم بتقلي انا حبي اسالك اذا كريم البوتوكس او كل كريمات التجعيد بتفيد، او ممكن نحن عم ندفع المصاري على الفاضي. انا دائما متابعك وعم بستفيد منك كثير، وشكرا. شكرا لك حبيبتي، اول شيء لثقتك فيي، ثاني شيء الكريمات بالمطلق ما بدي اسميها لا كريم بوتوكس ولا كريم اي شيء، الكريم اذا بتاخدي جلدي منشفه ضلك حتى عليها فازلين، حيلا كريم اكيد بدها تطرى. الكريم ما بتضر، لازم بلش الوحده تعتني بجلدتها من هي وعمرها 25 سنه، لحتى اهم شيء نرطب هالجلده، منخفف التجاعيد مع الوقت. اي نعم، في كريمات مهمه اكثر من غيرها، اكيد في كريمات بتفيد. هلا في كريمات مش غاليه، في كريمات منا اسامي مثل ما انتم بتلحقوها، موجوده حتى بالفرماشيات، كثير كثير مفيده، بس لانه منهم براندز، بتعرف الناس تركض على البراندز. وصدقوني واللي بدها في احكي تحت الهواء، في كريمات اذا بيعرفوا فيهم اكبر اسامي بيقتلوا حالهم، لانه حق الكريم 10 دولار او 12 دولار، وكلهم كريمات فرنسويه واوروبيه وماركات كثير مهمه، وفي منها تستعمل للبيبيز اللي فيها تفيد السيده لاخر. هيدول الاشياء يمكن انا اكتشفتهم مع الاختبار، واكتشفتهم لانه ثاقبت انه عندي يعني تعرفت على حكمه برا بفرنسا ونصحوني فيهم، يعني ما عم بحكي هيك من راسي. هلا كريمات البوتوكس وكريمات اللي بيقولوا لك محل البوتوكس، ما في شيء بياخذ محل الابر البوتوكس، لانه بتفوت فعلا تحت الجلد وبتزبط. هلا كريم البوتوكس قد ايه بده يفيد؟ يمكن لفتره كثير بسيطه، ما بعرف، بس انا هولي ممكن يساعد شوي، بيساعد بمحل من المحلات، انه مثل ما بيقولوا ما بنهايه المطاف، انه بضلني اعمل كريمات ما بشد وجهي، لا رح توصلوا لوقت.
بده يمكن اذا قشطت الجلد كثير ما بيقعدوا يفيدوا الكريمات، بس انتم بتكونوا ساعدتوا هالجلد الضاين الماكسيموم. اهتموا فيها لهي يعني تبقى لكم، يعني هيدي هل في لكم اياها، بس انتبهوا على اللي بتنقوه. وبالنهايه بالنهايه في اسامي كبيره للميك اب، لكل شيء اسمه ميك اب بلاش البتكوني، هيدول الماركات الكبيره انا ما بنصحكم تاخذوا اي برودكت لوشكم منه، لانه منهم معمولين للسوان. في شيء عم اعطوا خبزوا خبزكم في ماركات معموله للسوان بس لا العنايه بالبشره، فضل تاخذوا منها هي، واكيد حيكون عندها افيه كثير اضبط لانه مدروسه اكثر ميديكلي يعني. مع احترامي للكل، مع انه ما بعرف اكيد انه منه سحر يعني بالنتيجه الكريم، انه بتحطي كريم كله اختفى كله شاد كله صار بجنن. لا ما في شيء اسمه سحر وما توقعوا بهيدا الفخ، ما دام حطي هون بعد شوي بتصير عمرك 20 سنه، هذا كله اكيد هون بنكون عم نكب المصريات 100% 100%. تفضلي. طيب ليه ما بدك تساعديني؟ يلا رح ساعدك، انا رح اقرا لك السؤال. مرحبا مدام لما، بليز اذا فيك تساعديني، انا جسمي من فوق أطول وما عم بعرف كيف بدي اختار التيابة، طولي 1.52 متر، وزني 55، وعندي وراك وانا دايما متابعك وشكرا لك. شكرا على السؤال. اول شيء برافو انك سألتيني هالسؤال. هيدا اول شيء يعني عارفة حالك انه جسمك، لانه بنعرف الشيب اوف ذا بودي، في عندك شيب بتشوفيه من هيك بالوجه، وعندك شيب بنسميه vertical shape، يعني بدنا نعرف تقسيم اذا من فوق اطول او من فوق اقصر. فيلي جسمه من فوق اطول طبعا بدها تحس انه اجريها كثير قصره، كل شيء بدك تلبسي بده يكون خصر عالي، ممنوع تلبسي شيء تايباس، ممنوع تلبسي بناطلين جينز مع جيب من ورا كمان بيقشط الجسم، جرب البسي فساتين يكون عندها قصة تحت الصدر يعني مثل كوب أمبير كوب تيور، فوتي بكل شيء بيعلي لك الخصر. بالنسبة للألوان جرب البسي لون، أكيد لون واحد على الأكيد، بس إذا لبستي لون واحد وبدك تحطي زنار لحتى نغش شوي ونواجه أنه الخصر أعلى، أنه نحن فخادنا عليه، بتحطي ساعتها زنار ملون غير لون من القطعة اللي انت لبستيها، وخلي هالخصر يكون زنار عريض اذا فيك لفوق. عم تقولي لي عندك وراك، بس هذا بيعني عندك خصر كمان، فخلينا نستغل الخصر. اذا عندك وراك البسي الاي كات، البسي فساتين وتنانين بتجي بطريقة مثل حرف الاي، بس علي الخصر، اشتغلي على كل شيء يكون على العالي، ساعتها اوتوماتيكلي بتعملي توازن بتقسيم جسمك. هيدي كثير او فيها تلبس مثلا لون واحد هيك من فوق لتحت فلو، حتى كمان لو لبست فلو انه اذا ما اذا ما عبالها كل الوقت يعني تخسر، مزبوط. اذا كان شوي واسع اكيد كثير بيساعد، بس ما تورجيني مثلا ما تلبسي كروب توب، يعني انه اذا درج بلبسه اكيد ما فيك تلبسي الا اذا كان تحته لبسين بنطلون يكون خصو عالي ولون واحد. اوكي هيدي هالسؤال. تفضل بعد عنا اسئله. دغري بتزت لي. هاي مدام لما بتفهمي على السؤال. بدي اسالك، عندي جاكيت جيش، عشو بتلبق مع العلم انه ستيل سبور شيك وشكرا؟ ستيل سبور شيك وشكرا. اول شيء جاكيت الجيش بيلبق على كل شيء. كيف ما لبستي الجيش من الاخر غير انه الجيش بقلبنا، الجيش بيلبق لكل شيء، خاصه اذا سبور شيء، يعني مجرد ان شكلها جيش مرقطه اوتوماتيكلي بتخلي الواحد يحس انه كول شوي، سمارت كاجوال، الا اذا كانت القصه ما بتفهم هود كوتيو، فيك تلبسيها على كل شيء، على تنورة بنسل سكيرت، تلبسي التنورة الضيقة، إذا كان جسمك بيسمح لك مع سكربيني بامبس ستيلتو دغري أوتوماتيكلي بتبيني كتير شيك. فيك تلبسيها على بنطلون يكون من هول البناطلين الهدلي اللي بيكون كريب جورجيت، يكون قاشط مع يعني بنطلون بتحسي للسهرة، فعطيها دفشي لقدام لهالجاكيت هاي، لأن مرقطة وموديل الجيشي، فإذا حبي
تلبسيها على اكبر سهره فيك تلبسيها، ساعديها بالقطع اللي بدك تلبسيها، بالاكسسوارز اللي بدك تلبسيها، على شرط اي شيء بدك تلبسيها معه بده يكون لون واحد على الاكيد. ما تعيشوها هيدي بلبس كارو ما شو انه انا إيه لا لا كله فوق بعضه كله فوق بعضه في تخبيص. وهون فعلا بنوقع بهيدي الغطا اللي ثلاث ارباعهم بيقعوا فيها. اوكي نحن وقتنا خلص، كان بعد عنا سؤال. انا كثير بيضة بحب اللون الاصفر، بس هيك شغله صغيره، اذا لونك كثير ابيض مش على بيج لانه في جلد بتكون حنطيه، اذا ابيض ابيض مثل السلاف مثل لون مزهر بلا فيك تلبسي اصفر، بس اذا كان لونك بيج لا ما فيكي ابدا تلبسيها، اكيد تصفري اكثر. ميرسي، اهلا وسهلا، بون ويك اند من هلا، بنشوفك الاسبوع الجاي. انما هلا الوقت هو فورا لعند الشيف حسين، بلش التحضيرات. طنجره عم نسمع صوتها لهون، تفضل شيف. صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتابعونا. بلشنا بتحضيرات الاربع وصفات لحلقتنا لليوم، اللي هو عندنا كبسه بالقريدس، ايضا عندنا كمان مشاهدينا جيب التاجر بالدجاج طبق كتير طيب، كمان وكمان عندنا توست بالافوكا والحبق، وايضا في عندنا بانكيك بالشوفان الخالي من الجلوتين. هول هن وصفاتنا لليوم. انا باول فقره من فقرات رشه منح، يعني هلا رح بلش انا وياكم نحضر لكبسه القريدس. كبسه القريدس مشاهدينا حطينا بصل على النار، لكن بلشنا بقليه البصل. طبعا عم نقلي البصل بمواد دهنيه. رح اجيب ضيف انا فوق البصل، عندي كمان من الزنجبيل، رح اجي ابرش زنجبيل فوق البصل، لكن عندنا بصل جوانح. بالاضافه مشاهدينا عندنا ايضا من الزنجبيل المبروش، كمان بدنا نضيف بندوره، بدنا نضيف من القريدس، بدنا نضيف مرقه القريدس، ناخذ نكهه كثير طيبه. لكن بصل مع زنجبيل مشاهدينا على النار، ورح اجيب بعض المنكهات، ضيف بعض المنكهات، لكن نحن عم نحضر كبسه القريدس. كبسه القريدس طبق كثير طيب، هون حطينا كميه من الزنجبيل، رح اجي انا بهالوقت اخلطهم، وعم نشوف المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه. لكن كبسه الزنجبيل بصل، عندنا كبسه القريدس، عندنا بصل، عندنا زنجبيل، رح اجي اخذ انا بهالوقت عندي عود قرفه، رح احط من العود القرفه، رح احط من حامض الناشف حامض اللومي، لكن هاي المكونات عم نشوفها قدامنا على الشاشه، ايضا رح احط من الحب الهيل وكبش القرنفل. ضفت هيدي المكونات لحتى شم ريحه البهارات او المطيبات اللي ضفناها هلا لحتى تطلع ريحتها. رح ارجع ضيف انا البندوره، ورح ضيف كمان مشاهدينا من الكزبره الخضراء. رح جيب كزبره خضراء، بدي افرمهم ايضا بهالشكل للكزبره الخضراء. فيني حط كمان مشاهدينا من الكزبره اليابسه. رح ضيف كزبره خضراء فوق الخليط، كمان رح جيب من البندوره. اوكي، رح استعين ايضا مشاهدينا بالبندورة، كمان بدي ضيف من البندورة. اوكي، رح اقطع البندورة بهالشكل، كمان نضيف البندورة فوق خليط البصل، فوق خليط الزنجبيل، فوق خليط المطيبات، وايضا فوق خليط الكزبرة الخضراء. مثل ما عم بتشوفوا عم بفرمهم بهالشكل. كمان بدي احط من رب البندورة، ونرجع منضيف القريدس، ونرجع منضيف كمان لهالخليط مرقة القريدس، ومنحط الرزات. لكل كوب من الرز الهندي بدنا نضيف كوب ونص من مرقة القريدس، لكن رح ضيف البندورة بهالشكل. اوكي، ضفنا البندورة لخليط البصل والزنجبيل، رح جيب كمان رب البندورة، ايضا رح ضيف مشاهدينا رب البندورة، ورح جيب كمان عندي بهارات، رح ضيف بهارات الكبسة،
وراح كمان مشاهدينا نضيف الراديوس وخبركم بعد شوي بالتفصيل عن هالوصفه وباقي وصفاتنا لليوم. اما هلا بالعوده اليك هذا. ميرسي شيف، اكيد بعد عنا كثير مواضيع وفقرات اليوم بعالم الصباح لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت، انما هلا الوقت هو لبريك مع الاعلان وبنرجع بنتابع. من بعد هالبريك بنرجع سوا على استوديو عالم الصباح. كندا انضمت لنا، فاذا محطتنا التاليه مع ارض ورد. صباح الخير. صباح النور. كثير 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 مهضومين، طلعتي معنا اليوم كثير مهضومين، هيك هول النقط الصغار بتحسي انه في لون وما بعرف من وين جاي اللون، صح؟ هيدا جاي هلا الخريف والكريزانتيم او نسميها هيك الدارج مارغريت، من انواع المارغريت، من انواع المارغريت الاقحوان بالعربي، وهي تعتبر ملكة فصل الخريف. بهالوقت على طول بنشوف الكريزانتيم ببلش طبيعيا بتفتح بهالوقت. على كل حال بالمشايط اللي بنبلش نشوفها كمان كريزانتيم مزروعه باحواض بالخريف اكثر من غير اوقات من السنه. سبب انها بتفتح هلا وبتبلش تعطينا كل الوانها، هلا بنحكي عن الالوان تبعولها، هو انه الكريزانتيم ما بتتبع بقيه الازهار بانه بس تيصير الطقس حلو والشرش بياخذ وقت لحتى يدفى، وبس تدفى ببلش تفتح. ما هيدا هو السيستم الشغل تبعولها، فارقه معها شغله يلي هي الضوء. بس حتى يقصر النهار ويطول الليل، هيدا هو الشيء اللي ببلش يخليها تزهر، مشان هيك هي بتزهر ببدايه الخريف. فاذا هي بحاجه لكميه ضوء مش صيفيه بس حتى تخف كميه او الطول، مش الكميه انما الطول، المده يلي بتاخذ فيها الضوء هي يلي بتخليها، هي اللي بتستيموليت تخليها انه تبلش تعطينا هالازهار الخريفيه مثل ما احنا شايفين. والفرايتيز او الانواع تبع الكريزانتيم كثير كثار، بيختلفوا كثير باشكال الازهار يلي ممكن انه تعطينا اياها. هون عم نشوف الازهار الصغيره مثل ما قلتي يلي هي كثير حلوه وهيك بتخليك تحسي بنعومه الطبيعه. قديش بتعطيك ازهار كثيره مثل ما احنا شايفين ولكن كثير كثير صغار، لا توصل لزهرة كريزانتيم ممكن تكون بقد يعني كبيرة تقريبا بقد كف الايد. بنشوف الكريزانتيم يلي شكلها بومبون كثير مبرومة ومدورة وكثير فيها اوراق، وبنشوف الكريزانتيم يلي هي بتشبه المارغريت يلي بورقة وحدة كمان، وبنشوف بين الاثنين انواع مختلفة بشكل الازهار تبعولها. بتقدر تكون مكشكشة الاوراق، بتقدر تكون كثير سامبل مثل الزهرة يلي بنرسمها، بتقدر تكون طويلة كمان. في اشكال كثير كثير حلوة من هالنبتة كلياتهم طبيعيا بيزهروا بفصل الخريف. ونقدر انه نخلي الكريزانتيم من سنة للتانية كمان موجودة عنا بالبيت. الالوان تبع الكريزانتيم شو بتتخيلي في الوان بالطبيعه؟ كل شيء، كل الالوان ممكن انها تكون بكل النيوانسات، بكل التدرجات، بكل الفاتح غامق البدك من الابيض للاصفر بكل تدرجاته، الزهر بكل تدرجاته وصولا للاورانج الاحمر البريك، كل شيء ما عدا اللون الازرق او كل شيء يلي بيكون على فيولي وازرق يلي هو مش موجود بالكريزانتيم. نحن هون شو عندنا الوان كله موجود، كله على روز هون، على روز، على ابيض، على اصفر او الموف. اوكي، بس كل شيء ازرق، ازرق منه موجود بزهره الكريزانتيم. على كل حال اللون الازرق مثل ما هو كثير قليل بالطبيعه. بدي اقول لك يعني ثلاث ارباع الزهور يلي بنشوفها صرنا بالازرق بعتقد انه يعني مشغوله عليها. ايه بس في بعض الانواع لا
هي مثلا البلوي يلي هي اسمها بلوي يعني تخيل هي لونها وغيرها كمان من النباتات بركي شي نهار بنعرف عليهم كمان بس الكريزانتيم في كل الجام الالوان يلي ممكن انه من عدا اللون الازرق هون الخليط كمان حتى اللون الاخضر موجود مثل ما احنا شايفينه هون الاخضر الفاتح يلي عاده بنشوفه بالبوكي بس لحتى نقول الكريزانتيم يلي بنشوفها بالبو بنقول انه هي نبته داخليه هي ذاتها يلي ممكن انه تنزرع برا مش فرايتيز مختلفين مش انواع مختلفين فرق بيناتهم انه وحده ضلت قاعده جوا بقلب المشتل أوكي. وصارت معوده على ظروف معينه غير الضوء يلي هو كتير مهم لحتى يخليها تزهر وحده تانية معوده اكثر على الظروف الخارجيه وبالتالي بتكون اقوى انها تنزرع برا في انواع بنسميها قزمه وفي انواع هي اطول بس بكل الاحوال اذا بدي لانه بتشوفي انه الكريزانتيم يلي مقصوص وبينحط بالبوكي اطول بكثير من يلي عم نشوفها هون لحتى نقدر نخلي الكريزانتيم تصير طويله اذا بدي اياها تطول لحتى استعملها ككات فلاور بدي شيل كل الازهار يلي هي على الطرف يلي هي فرعيه يعني اذا بدي انه هل الكريزانتيم تطول واخذ انا الغصن كله سوا لحتى ازرعه كل هالازهار يلي هي تحت لازم انها تنشيل بس لحتى شيلها والفرع يعني كأنه ما نخفف عنا بتصير هي بتصير بتروح بالطول بتصير الراس هو يلي اقوى ببطل عم بيروح الغذاء على الفروع اذا بدي انه الكريزانتيم تكون بالعكس النبته بدي اياها كلها سوا وبدي اياها تكون عبيه وبدي انه تضلها قصيره بس عبيه عامله بوكي يلي بعمله عامله بوكي يلي بعمله هو بالعكس بدي شيل الروس دائما على الوجه لحتى خليها تفرع وسنه عن سنه بتصير بتعطيني نبته اكبر بكثير اكيد هيدا التشحيل مش هي ومزهره مش بهالوقت من السنه بدنا ننطر لحتى تخلق اذا بدي اياها تطول تعطيني البوكين بلا وقت اللي بتزهر بتعطيني الازهار بشيل الازهار الفرعيه ده غريب تطول بس اذا بدي اياها للسنه الجاي تكون ضل عم تعبى اكثر وتضل عم تفرع اكثر بس تيخلص موسم الازهار يلي عاده بيكون يعني تقريبا بتاخذ شهرين هي لجانفي يعني ديسمبر مزبوط اوكي ساعتها بنشحل منشيل تقريبا الثلث من الراس واذا كانت مزروعه برا بمنطقه بارده او فيها ممكن يصير في برد ثلج لازم انه نغطي الارض يلي حواليها لحتى شرشها ما ينقذ ما يبرد ما يتلج لانه ممكن انه نخسرها للنبته عاده بنغطيها او بقش او بكياس من الجوت اذا كان موجود عندنا هدول الاشياء الطبيعيه اكثر او في كثير ايام بنغطيها بنايلون ولكن دائما مفضل انه تكون المواد هي مواد طبيعيه اكثر لحتى ما تقتل شيء ثاني اوكي منا نبته موسميه بس انه بس بتزهر موسميا يعني بتزهر موسميا بس كسنين يعني فينا نحطها عنا 4-5 سنين بتضل بتعطي 6-7 سنين بتعطي كل ما عم نشحلها مزبوط كل ما هيك شكلها فراجيل كتير بتحسي انه مثلا سنتين ثلاثة يمكن معقولة بس عشان انه نعرف كيف نعتني فيها ودايما بتفاجئنا بهالوقت من السنة وقت اللي بتكون كل الجنينة خلص ما بقى فيها شيء عم بيعطي ازهار هي هلا بتبلش تعطي ازهار وهيدا جمالها للكريزانتيم مش هيك هي ملكة فصل الخريف هلا امتى بنحط مغذيات عاده بنحط مغذيات مش مثل كمان بقيه النباتات بالعكس هيقطع كل شيء بالربيع بتكون عم تعطي ورق اخضر وساعتها بيسوى انه نعطيها مغذيات للورق الاخضر اذا كان عندنا جازون بالجنينه او نباتات ثانيه خضراء بنقدر انه نحط هالمغذي اللي هو للنباتات الخضراء خلال فصل الربيع بعدين باخر الصيفيه ابتداء من ايلول بيسوى انه ساعتها نبلش نحط مغذيات للنباتات يلي بتزهر لحتى نشجع الازرار يلي موجودين فيها وقت بدنا نشتري كريزانتيم وهيدي قاعده للكريزانتيم اكثر من غيرها من النباتات لان احنا دائما بنقول انه اذا بدي اشتري بلانت دائما اطلع انها تكون مفتحه على القليله تقدر اعرف شو لونها بس وقت عم نشتري كريزانتيم اكيد ما نشتري نبته تكون اكثريه زرارها مسكره لازم يكون على القليله عندي اكثر يعني من ثلث تقريبا النص وطالع مفتحين والا
خاصة أنه نحن ما بنعرف كيف الظروف يلي كانت بالمشاتة، ولا ممكن أنه نقلع على البيت نلاقي أنه الزرار عم بيهروا بدون ما يفتحوا إذا كان معطينا هذه الظروف يلي عنا. فإذا دايما نشتريها يكون على القليلة تلتها مفتح، هيك بقدر أني أعرف شو لونه مزبوط، بقدر أعرف شو حجم الأزهار النهائي، لأنه بيكون في عندي أزهار مفتحة نهائيا، وبيكون عندي مجال انه خليها ترجع تفتح عنا بالبيت. المحل اللي بدنا نحطه فيه اذا كان كنبتة داخلية عم نستعملها يعني بدها ضوء، اكيد بدها ضوء، وحتى شمس، يعني اذا كان غرفة بيتخلها شمس بيكون كتير منيح، اذا لا يكون فعلا غرفة مضواية منيح، والا كمان رح نخسر الازرار يلي بعد ما فتحت. فقد ما فينا نقربها من مصدر النور. التربة اللي منزرع فيها الكريزانتيم عادة هي سهل، يعني حيلا تربة، مهم يكون خليط بيسرب مزبوط. المية اللي منسقي فيها ما لازم تكون مية كتير كلسية، بيكون أفضل إذا منا كتير كلسية. وبالتالي دايما منذكر انه اذا بدي اسقي هيك نباتات حساسة للكلس، فيني او انه حط مي قبل بليلة بقلب الأروزوار أو القنين، الوعاء يلي بدي اسقي فيه قبل بليلة، على القليلة خليها ترقد كل هالشوائب يلي موجودة، الكلس يلي ممكن انه ينزل على الكعب. فيني كمان أعصر شوية حامض بقلب المي، ما بتأذيها؟ ثاني يوم لا، بنكون روحنا الكلس، بس مش كباية حامض، أكيد هي نقطتين بغرف، نص حامضة بقدر إني أعصرها بقلب المي لحتى تروح الكلس يلي موجود، أو ملقعة خل كمان ممكن إنه يفيد بهالحالة لحتى نروح الكلس يلي موجود فيها بحال الكلس كان كتير عنا من مية الحنفية. بنسقي عادة إذا كان بالجنينة مثل هالوقت لازم إنه نسقي تقريبا مرتين بالأسبوع، إذا كان بالبيت كمان يعني تقريبا مرتين بالأسبوع هي كافية لحتى تضل الكريزانتيم محافظة على الرطوبة تبعولها. إذا حابين إنه نزرع نبتة الكريزانتيم ونكتر منها، استحلينا منها عند الجارة أو عند حدا وحبينا إنه ناخد منها فسخة، الكريزانتيم من النباتات يلي سهل إنه نزرعها. عادة الفسخة يلي بتنجح هي فسخة الربيع، يعني إذا كان باخد من الوراق الجديد يلي عم بيطلعوا بيه بداية الربيع، وبناخد الراس، مش الراس يلي مزهر لأنه ما بيكون مزهر بوقتها، بناخد تقريبا 10 سنتي بركي منها، ومنشيل الوراق يلي هن تحت ونزرعها. مثل ما قلت بالربيع هي اللي بتنجح أكتر، أو إذا كان استعملنا عملية القصم، يعني أني قصم النبتة يلي موجودة مع الجذور، مع الجذور تبعولها، ساعتها فيني بالخريف او بالربيع نقوم بهيدي العمليه، لانه عاده بنخاف، يعني لانه بتقولي انت رح يمرق عليها صيفيه بركه شوب وما شوب وما قلعت والى اخره، بس ما بفصل بال اذا اخذنا بالربيع لا بالعكس. يعني بنحضرها تقريبا بشهر باخر شهر اذار حتى بنيسان شوي تكون طلعت الوراق الجديده، عندي وقت بعد انه قبل ما تشوي بالدنيا نقدر انه خليها تعطي الجذور، وبعدين بالصيف طالما انه عم نسقيها ولو كان وراق جديد بيمشي حالها كثير منيح، او مثل ما قلنا بأي وقت من السنة بيقدر يكون بالخريف أو بالربيع يلي هن الأوقات الأنسب للزراعة، لأنه ما بيكون شوب ما بيكون برد كمان، بنقدر أنه نستعمل عملية القصم، نقصم النبتة مع الجذور تبعولها وناخد منها، إذا خلتنا الجارة لأنه بتكون عم تشيليلها منا بطريقة الفسخ. هلأ بدنا نكون نحن والجيران كتير كتير أصحاب لا حتى تقدر تعطينا هذه الفسخة، بس عادة الناس اللي بتبقى عندهم هيك بحبوا انه شوف شو منيح ازرعه وكذا، هيك بالعكس بحبوا انه يعطوا. ميرسي كندا. بعد في شيء لازم نعرفه إلا أنه بيصير في كتير مهرجانات بكتير مدن بالعالم حول نبتة الكريزانتيم، لأنه بيكون هيدا هو الموسم، عادة بتتزامن مع البامكنز يلي بعد شوي هلأ منشوفه، صرنا نشوفها كتير هلأ بالأسواق. ميرسي لك، بريك، خليكم معنا.
ضيوفنا يلي انضموا لنا هلا بالاستوديو جايين من بسيبه، هالضيعه هيدي الشوفيه رح نحكي عنها اكثر ونحكي عن نشاطاتها. الشعر والثقافه جزء كثير مهم لاهل هالضيعه، بتمنى انه هذا الشيء يتعمم كمان على كل الضيع والمدن حتى، لانه عم ننسى الشعر. صحيح، صباح الخير. صباح النور. انا بدي رحب بضيوفي عبد الحليم العكوم مختار بسيبه، صباح الخير. صباح النور. ومنيب العكوم رئيس رابطه الشباب بسيبة كمان، صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. منيح انه الشباب عم بيهتموا هالقد بعد بالشعر والثقافه، حلو وخصوصا بالشعر. اول شيء هيك ناخذ منك مختار شوي لمحه عن بسيبة وبشو اكثر شيء معروفه. بسيبة هالضيعه اللي بنحبها كثير، بنحبها كثير، اهاليها الطيبين والكرماء والمحبين للضيوف. بسيبة قريه صوفيه باقليم الخروب في محافظة جبل لبنان. مساحتها مساحة بسيبة حوالي 410 هكتار أرض. بتتميز بطلتها على وادي بسري اللي مرق فيه السيد المسيح بجولته على فينيقيا والأردن ودمشق. هالوادي اللي نعتبره مقدس نحن. بسيبة كمان فيها أصل الكلمة تبع بسيبة بيت سابة، هي كلمة سريانية بتعني بيت الرجل الكهل أو العجوز. يمكن أنه بالتاريخ تبع بسيبة كانت محط للنساك، لأنه عندنا مقامات روحية كتيرة ببسيبة لجميع الطوائف، وفي عنا فعلا مقام في معالم اسمه كمان تاريخيه اسمه مثل نبي، بيقولوا عنا سيدي سابا او النبي سابا. اعتقد انه هي التسميه رجع لهذا الشخص. يعني بسابا بدنا نحكي عن طبيعتها الرائعه الحلوه اللي شوي بتفتقر يمكن للاهتمام الرسمي فيها كضيعه. نعم. انتوا هلا اليوم مكافيين وموفيين. نعم. يعني ضيعه سياحيه بامتياز الحقيقه. أكيد. بارتفاع سطح البحر عندنا من بين 850 ل 1100 متر تقريبا. بتمتاز بطقس ناشف كويس وفيها مساحات خضراء كثير كبيره. هيدي بسيبة وهيدي طلتها الحلوه على وبسيبة على اليوم لبنان. غير انه يعني هالطبيعه الحلوه وهيك عندنا الرابطة يلي للشباب عم بيهتموا. من امتين تأسست الرابطة؟ تأسست بال 2002. فكرة الرابطة اجت من نحن كنا مجموعة شباب عم نشتغل، كان في مجموعة قبلنا كمان، نحن كنا الأصغر هن كانوا الأكبر. بلشت الفكرة انه نحن لازم نحرك الضيعة ونعمل فيها أنشطة ونعمل فيها برامج. منها طلعت فكرة نعمل سهرة. السهرة صرت تتطور لسهرة مهرجان، وسميناه مهرجان العنب لأنه بسبب تشتهر بالعنب. أوكي. لأنه ما فيها كثير مي. أكثر شيء خبى علينا المختار أنه تشتهر بالعنب لأنه مش جاي معك عنب. بدنا نحكي بعد على الزراعة بالسبب. يلا هلا نرجع بس هيك طلع الاسم أنه مهرجان العنب، وبلشت الفكرة على صغير وصرت تكبر شوي شوي لوصلنا نحن استلمنا تقريبا بال 2000 كمان مجموعة شباب صغار. لقينا حالنا أنه عم نعمل الرخصة بس ما معنا صفة رسمية هي الغطاء الرسمي. على اساسها اتفقنا طلعنا بعتقد 7 شباب اللي عمرهم فوق ال 21، لانه كان العمر لازم يكون فوق ال 21 لنأسس جمعيه. وعلى اساسها عملنا نظام داخلي واساسي واسسنا الجمعيه، وبال 2002 اخذنا عنه خبر 5 على 1000 دال وانطلقنا حتى المهرجان سجلناه بوزاره السياحه وصار هو معتمد بالخريطه السياحيه. واجى عليه مجموعه من الفنانين الكثير كبار، محمد اسكندر، معين شريف، توني كيوان. عم نحكي على مر السنين يعني. سنويا عم بيكون سنويا. يعني حسب هلا اللي بنعمله ان شاء الله 16 بكون. 16 سنه اكيد زمن ال 2002. وكمان في مستقبل كمان تلفزيون وكبنا، بس كان محمد اسكندر ونقله مباشر كان لايف، هذا كان تغير. نحن موجودين بكل الاراضي اللبنانيه دائما. كان هو تغير انه نحن صرنا وقتها كمان عم نكون معروفين بكل المحلات، ولحتى كمان بالمطار كان موجود على البروشيرات وزاره السياحه انه في مهرجان موجود. هذا كان الهدف الاساسي للرابطه. اهالي بسيبة مقيمين صيفا شتاء؟ اهالي بسيبة الحقيقه يعني معظمهم؟ نعم، اهل بسيبة معظمهم اليوم مقيمين. في عنا نسبة اغتراب لا بأس فيها بكل اقطار العالم، من العالم العربي لاوروبا لامريكا لافريقيا حتى.
والصراحة كل الفخر لهودي الشباب نفتخر فيهم، وما كانوا الحقيقة عم بيكونوا مضويين وعم بيكونوا بمحلات لامعة، إن كان بالقضاء نحن بالمحكمة الدولية موجودين، حدا من أبناء بسابة الأستاذ وليد عكوم الرئيس، وما بدنا نذكر لأنه الحقيقة كتار كتار، يمكن ننسى حدا من الشباب الطيبين بالصحافة بالإعلام بالفن بكل مجالات الحقيقة الحياة. مشان هيك المهرجان مهرجان منوع، خبرنا أكثر يعني شو السنة بيكون أكثر، هو اللي يدل على العادات والتقاليد والأيام الموجودة ضمن الضيعة، وبكون في عرس الضيعة، بكون كل في سبق في يعني حتى الأهل الضيعة كلهم بيكونوا مشاركين فيه، ما بيكون نحن بس كشباب من ناحية التحضير، حتى بنفس الوقت من ناحية المساهمة، يعني هن كمان بيساهموا ماديا بقلب هذا المهرجان، وبيجمع مش بس اهل الضيعه، بيجمع اهل الاقليم والشوف كلياته بيكون موجود عندنا، وهذا كمان نحن هدفنا انه ما تضلنا نحن كضيعه، لانه مثل ما انا ضيعه نائي وسياحيه اكثر، انه على جاي ما فيها طريق خاصه بقلبها، يعني بدي اقصدها بدي اقصد بسابه، صرنا اكثر هي عم بكون مثل لحتى اعلان لحتى للضيعه انه نحن موجودين ولازم نكون موجودين نحن وياكم، وهيدا كان لحتى يعني عم نشوف نحن هون الاعلان لل المهرجان ب 29 وال والهيدي الأمسية، خبرنا أكثر ليش يعني التفاصيل اللي رح بيكون موجود، أي ساعة، كيف واحد يعني بيقدر إنه يوصل، مأمنين كل شيء، طرقات عم تقول طرقات يلي قاصد وين بدنا نوصل، كيف بده يصير كل هيدي التفاصيل على الأرض اللوجستية. هلا نحن أكيد بس يكون في أي نشاط بدنا نكون عاملين ترتيبات له تحضيرات أكيد كمان باشتراك مع المختار ومع أهل الضيعة ومع يعني الفعالين بالضيعه، تقدم ترخيص اكيد لساعات الايام مقام، هو طلبنا منه تامين الطريق لحتى تحويله وتامين الامان يكون موجودين معنا خلال هذه الامسيه، اكيد التواصل كان مع الاشخاص المشاركين بقلبها منهم الشاعر الكبير محمد توفيق صادق وزوجته ست هتاف، وكمان رح يشارك معهم على العود الاستاذ الي بيطار، وراح تقدم الحفل للأديب رحيمي حنان رحيمي، كمان اكيد نفتخر انه هي كمان اخذها من عنا مضيعه الله يرحمه الاستاذ حسن، كنتنا كمان هي كنت بسابة كانت كثير مشجعه على هذا النشاط وحابه انه تكون هي موجوده فيه وهي تقدم لحتى تقدمه لهذا النشاط، تقدم النشاط يكون يعني لانه هي كمان بالمجال كمان اللي هي خاصه فيه حبيبي. ونحن كثير مبسوطين انه اول مره بتصير ندوه شعريه موجوده ضمن الضيعه، وكمان نحن كشباب يعني الفكره المختار طلعت من عنده نحن لقطناها وركبناها وحبينا انه تكون موجوده بكل مجال، حسيت انه ضروري هالشباب هلا يكونوا اكثر بمجال الشعر، لانه هلا ما بنحس انه في شعر كثير عند هالشباب بالحقيقه، بيكتبوا كلمتين ونص على الواتساب او على الفيد، صح؟ بالحقيقه هذا كان مجال نقاش الحقيقه بهذا الموضوع، وهذا مجال نقاش بيعتقد بكل السالونات الثقافيه بلبنان، انه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي بتاخذ كثير من الشباب حق القراءة إذا بدك، ويمكن هذا الأبنت بدنا نعمله، الهدف كمان الأساسي منه مش بس نحن بنعمل مهرجانات بنرقص وبنبسط وبنركض وكذا، نحن كمان لازم يكون في مجال تاني نقدر ندعم الشباب فيه نكون حدهم فيه، هو المجال طبعا الثقافي الأدبي اللي مرتكزه كل حضارتنا نحن عليه، يعني اخلاقياتنا حضارتنا كلها طبعا مرتكزه عليه. هبنوه انا بضيوفنا الكرام الحقيقه دكتور محمد توفيق صادق شاعر لبناني عنده مؤلفات اكثر من 18 مؤلف، اليوم هو ساكن اليوم بكندا هو اقامته، زوجته كمان الاستاذه الرائعه هتاف السوقي كمان شاعرة قديرة وعندها صالون بكندا مطلق على اسم صالون هتاف، كل اسبوع او كل 15 يوم بيعملوا قعدة لشعراء عرب. حلو. ونعم بيعملوا جلسة ادبية اذا بدك. نحن استغلينا وجودهم بلبنان الحقيقة وتواصلنا معهم واكرمونا انهم يكونوا ضيوفنا بدون اتعاب بدون اي شيء، الحقيقة اكرمونا جدا. بدي نوه كمان بست حنان بالأديبة اللامعة حنان رحيمي، آخر إصداراتها كان الإرهابي والفول، والشيء اللامع اليوم أنه أحد كتبها
ترجم الى مسرحيه بمصر، ومن حوالي يمكن 20 يوم كانت عم بيكرموها بمصر وعم يعرضوا المسرحيه. برافو. اي نعم. عظيم. بدي احييهم كلهم طبعا، مع الاستاذ إلي بيطار عازف العود بده يرافقهم على بهيدي الندوه. وهي اكيد مفتوحه للجميع. اكيد دعوه، كل الدعوه عامه. ونحن كمان دعينا كل البلديات والفاتير كمان هن يدعوا كمان بمناطقهم ليكونوا مشاركين ان شاء الله معنا. اكيد هيك بتكون ختام الصيفيه بما انه اذا بدي بنحس انه حتى فتنا هلا اكيد بالخريف، بس انه فعليا بعدنا هيك عم نحس انه المناطق بعدها عايشه شوي بالصيفيه. نحن بصراحه الهدف الاساس دعم النشاطات الشبابية. صح. الشباب هني أساس البلد، هني مستقبل البلد 100%. بدنا ندعمهم بما أوتينا بمقدرات ومن يعطيك ألف عافية ومن كفاءات إن شاء الله. بدي حب نوه أنه ببسابة عنا ما حكينا عن العيال الموجودة ببسابة، هلأ بدنا نخليها لمرة الجاي لانه اذا ما نحكي على العيال ان شاء الله ما نعطيهم حقهم، نعطيهم حقهم ونحكي بعد اكثر عن بسيبه اكيد، بس لانه وقتنا خلص. اهلا وسهلا فيكم معنا بالاستوديو، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. مثل ما قلنا الدعوه هي للجميع، وموضوع الشعر والثقافة هن مواضيع جدا بهمنا. بدنا نشكر تلفزيون المستقبل على استضافته لنا، وبنتمنى لكم كمان كل التوفيق وعلى دعمكم لكل مشاريع الرابطه. الرابطه انشاها وساهم ببنائها دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اهلا وسهلا. كل الشكر والامتنان. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. كمان اكيد دورنا احنا كمان كرابطه وكشباب وكاهل الضيعه وكل اهل الضيعه اكيد بنشكركم، وكمان بنتمنى تكونوا موجودين كمان حضنا بكل نشاطاتنا. ان شاء الله. بنتمنى حضوركم. نعم ان شاء الله. نحن الوقت هلا لانه الشيف حسين ناطرنا ومثل ما قلتوا كان عم يشتغل كثير، رح ننتقل لعنده ونتابع فقرات ورشه ملح. يا ريت لانه الشيف حسين ناطرنا سي بده يزعل. رح ننتقل لعند الشيف فأزان مع رشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن بأول فقرة من فقرات رشة ملح أنا وياكم حضرنا الكبسة بالقريدس. الكبسة بالقريدس صار جاهزة قدامنا على النار، تركين الرز لحتى يتنبت. أما هلأ أنا وياكم بتاني فقرة من فقرات رشة ملح صار الوقت لحتى نحضر البانكيك بالشوفان الخالي من الجلوتين. بالنسبة لهالوصفة الحلو طبعا كتير طيبة رح نحضرها أنا وياكم، لكن بالنسبة للبانكيك رح نبلش عندي حليب الصويا. لكن في عنا نحن مشاهديننا متواجد عنا بالأسواق حليب اسمه حليب الصويا. حليب الصويا رح حطه بالخلاط الكهربائي، رح حط حليب الصويا ورح حط معهم كمان خل التفاح. لكن عندي حليب الصويا وعندي خل التفاح حطيناهم مع بعض بالخلاط الكهربائي. رح نضيف لهم كمان عصير التفاح، بس قبل ما نضيف عصير التفاح بدنا نضيف الشوفان. لكن مشاهدينا ضفنا الشوفان فوق العصير فوق الحليب، وايضا مشاهدينا كمان فوق. لكن حطينا حليب الصويا، حطينا خل التفاح، حطينا الشوفان. هلا صار وقت لحتى نضيف الفانيل، كمان بدنا نضيف البيكنج باودر مع بيكنج الصودا. اثنيناتهم حاطينهم مع بعض، بيكنج باودر وبيكنج الصودا. راح نضيفهم ايضا فوق هالخليط المتواجد عندنا بالخلاط الكهربائي بهالشكل. راح استعين هون بالقرفة، بدي احط كمان مشاهدينا من القرفة، بناخذ نكهة كثير طيبة من القرفة. وهلا صار الوقت لحتى نخلطهم مع بعض. طيب ما بدنا ننسى في عنا كمان مشاهدينا مثل ما خبرتكم في عندي عصير التفاح، رح ضيف ايضا من عصير التفاح لهيدا الخليط. لكن حطينا عصير التفاح، صار عندي خليط متماسك، طبعا متماسك ورخو بنفس الوقت لحتى نقدر نعملهم بالطوية. انا رح خفف تحتهم، صاروا هيدا الخليط جاهز، بريحهم حوالي 10 دقائق. بحمي طوية على النار، وايضا في بقلبها من زيت النباتي او في بقلبها من الزبدة حسب ما انتم بترغبوا، وتبلش حضر البانكيك بالزبدة او بالزيت النباتي. خلينا نشوف شو في عنا بهالطنجرة. هيدي الطنجرة لكن مشاهدينا في بقلبها الكبسة،
كبسة القرايدس. كبسة القرايدس طبعا حضرناها بأول فقرة من فقرات رشة ملح. حطينا أول شيء مواد دهنية، فينا نحط زيت زيتون أو فينا نحط كمان مشاهدينا من زيت النباتي. قلينا بصل، قلينا زنجبيل، قلينا كمان بندورة، حطينا خليط هو عبارة عن حامض اللومي حامض الناشف مع كبش القرنفل مع حب الهيل مع ورق الغار، بالإضافة لعود القرفة. حطينا بهارات كبسة، حطينا كزبرة خضراء، وفينا كمان مشاهدينا نحط من الكزبرة اليابسة. حطيت رب البندورة وحطينا من القريدس وأيضا حطينا من البندورة، كلهم سوا حطيناهم مع بعض وضفنا لقلهم مرقة القريدس، تركتهم يغلوا وضفت لقلهم رز الهندي وصاروا عندي بهالشكل، صاروا جاهزين. هيدا الطبق بضل في عندي المول، المول رح زين فيه انا على الوجه او صدف البحر رح زين فيه على الوجه لهيدا الطبق. لكن مشاهدينا صرنا مخلصين وصفتين، بضل في عنا وصفتين رح نحضرهم انا وياكم باخر فقرتين من فقرات رشة ملح. اما هلا بالعوده الي غادة وكارمن. مرسي شيف، مثل ما قالت كارمن انضمت لنا، فاذا من بعد هالبريك رح نكون مع زودياك واتصالاتكم، فبلشوا حضروا حالكم من هلا. مثل ما وعدكم مشاهدينا من بعد البريك منتابع ومنتابع مع كارمن واتصالاتكم، وبعرف في كتار كمان سبق وبعثوا أسئلة عبر الإيميل رح ننتقل لعندها مع زودياك. صباح الخير عن جديد. صباحكم بألف خير. صباح الخير غادة، صباح الخير للشيف. اتصالاتكم مباشرة على الهواء. مثل ما قلتي غادة قبل ما بلش بالاتصالات، اسمحي لي أخذ ايميل من لينا 16/6/92، عطتني ساعة الولادة 8:30 صباحا، بدها تعرف عن موضوع الشغل. هذا هو سؤالها المحدد. الحلو انه عم بتحددوا لي السؤال، هيك معناتها دغري انا سين جين دغري بقدر انا حكيكم عن السؤال مباشرة. هلا عم تسألين عن موضوع الشغل، كان في كتير مشاكل عندك لينا، هلا عمرك صغير انت بس يمكن بلشتي بالشغل او هلا عم تبلشي بالشغل، مش عارفه ما حطيتي لي كثير تفاصيل، بس انا بقول لك موضوع الشغل اللي انت بدك تفوتي فيه مفروض تبلش تفتح عندك الامور، يعني داخلي على مرحله رح بتكون كثير حلوه. اجمالا الانسان انطلاقته مش دائما دغري بفوت من الباب العريض، ببلش شوي شوي بعدين بيتقدم، لكن انت من الاشخاص اللي واضح انه رح تتقدمي بطريقه شوي سريعه بشغلك بعملك، رح تتقدمي رح بيكون كتير في اشياء حلوه ناطرتك. مثل ما بنشوف على الشاشه بتشارت اللي عندك، عندي جوبيتر موجود بيت الخامس، هيدا جوبيتر رح يعطيكي بالنسبه لإلك رح يفتح قدامك مجالات لحتى تتعرفي على اشخاص، هالاشخاص اللي انت بتكوني شوي اخذي وجه عليهم نوعا ما هن رح يفتحوا قدامك مجال لحتى تمشي بمجال الشغل. في مشكله في شغلتين هن شوي متناقضتين، وحده انه جوبيتر عم بيساعدك من خلال الصداقات والمعارف، الوحده الثانيه هي زحل يلي نوعا ما موجود عندها التكتل فينا نقول من برج الجدي يلي نوعا ما عم بيدخل على البيت السادس بيت الشغل يلي رح بيخليك تكوني نوعا ما مضغوطه من الناحيه المهنيه، لكن مسؤوليات رح بتكون حلوه، نوع الشغل رح بيكون نوعا ما مهم، رح يعطيك قدر كبير من المسؤوليه كانك انت بموقع. اذا فينا نشوف بس تشارت اللي عم دل عليها، ثانك يو. زحل يلي موجود بالبيت السادس هو يلي رح يحمل لك المسؤوليه، هو يلي رح يكتر عليك الثقل ورح يخليك تحسي انه هالشغل اللي انت اخذتيه شوي اكثر منك. بس بشكل عام انا بقول للينا انه شغلك رح بيكون كثير حلو ورح يعطيكي سي في كثير مرتبه، بس بطلب منك تكوني انت على قدر المسؤوليه. ناخذ اتصال. الو، بونجور. بونجور كارمن. نعم يا اهلا. بدي اقول لك انه انا تاريخ ولادتي 1/3. نعم. ال 91. نعم. ماني مرتبطه. نعم. والساعه اللي خلقت فيها هي 6:45 صباحا. نعم. اوكي. حابه اعرف عن الصحه. اوكي. والعمل. صحه والعمل. والعاطفه. عم تشتغلي؟ حاليا لا.
عم تدوري على الشغل، شو اختصاصك؟ انا اخصائيه علم نفس تربيه وتنشئه ومعالجه كمان بالفن والرسم. ثانك يو لك، كثير حلوه تشارت لك لانك انت موجوده اكزاكتلي عم تعملي. فيكي تابعينا على التي في وفيكي بعدين حتى تخلي تحضري الفقره تخليها عندك على طول من اليوتيوب بتلاقيها. الحلو انه انت عندك ميركوري وشمسك موجودين ببواسون بالحوت، هذا اللي بخليك تكوني معالجه ان كانت نفسيه نفسانيه سوشيال وركر، تشتغلي مع العالم. برج الحوت وميركوري الموجودين تنيتهم برج الحوت، حتى الاسندنت عندك يلي بتصور ان كان اكواريوس او حوت تنيناتهم كان هيدا او هاي رح بيخلوك تكوني انسانيه كثير. يلي قبل ما انتقل للاجابه على اشياء تانية سالتيني اياها، بدي اقول لك انه بدك تحصني حالك لانك انت شخص كثير بيستوعب ابزوربس كثير اشياء من حولك، فبدك تنتبهي من العواطف المشاعر الفيلينجز السلبيه النيجاتيف، كل النيجاتيفيتي من حولك السلبيات بدك تحاولي انه ما انت تاخذيها تشربيها انت تمتصيها من الاجواء، بدك تحصني حالك لحتى تكوني انت عفوا صحتك النفسيه قويه وتكملي بهيدا المساله. هلا عم بتقولي لي عاطفيا انت منك مرتبطه، اوكي خلينا نشوف نحن ننتقل نشوف عند لما شو القصه العاطفيه. انت من الاشخاص اللي هلا بهالفتره انت نجمهم رح بيكون كثير عالي، من الاشخاص اللي نجمهم كثير عالي، يلي يمكن تكون القصه اللي عم تتطور عندك مش ضروري تكون عاطفيه لانه يمكن ما تكون وقتها هلا. نجمك قوي من الناحيه المهنيه، رح بيضوي كثير عليك الوضع المهني، رح بتشوفي انه كل ما تقدمنا شوي لاخر، يعني نحن هلا باخر سبتمبر، اخر سبتمبر، نحن هلا باخر هالايام بهالاسبوع، كانك عم بتعيشي مرحله بعتبر انه في عندك نوع من انطلاقه حلوه وكانه في فرصه ثمينه وصلت لك، فيها تكون حتى ما بعرف اذا جامعيه اكاديميه، بس في عندك فرصه كثير حلوه، نجمك عم بيقوى كثير، نجمك عم بينطلق من بيت التاسع اللي هو بيت الدراسات العليا وبيت السفر والمؤتمرات، عم ينتقل للبيت العاشر بسنه 2019. نجمك كثير 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 مهم بهالسنتين 2018 2019. الزواج بصراحه فتره بنطر لها، بنطر لها شوي، خليني بس اعمل لانه ملاقيه عندها اشياء كثير حلوه، بس اشوف اعمل حسابات اذا في شيء عاطفي عم تقولي لي، لاني اول شيء سالتيني قلتي لي عاطفه ما في. اوكي عاطفه ما في، بس ما بعرف ليش انا مبين عندي انه كان في احتمال، خليني اشوف مزبوط اذا بلاقي لك شيء ثاني بصراحه، لانه واضح انه في عندك 2019 كانه باقل من سنه في زواج او في علاقه كثير سيريس. عندك اشياء كثير حلوه، حكيني السنه الجاي وبنرجع نحكي سوا. اذا في اتصال ناخذ ماريا، تفضلي. الو بونجور. يا اهلا. بدي اسال، انا مواليد 14/8/86. ال 86 تقريبا بين 10 وال 11 الصبح. اوكي. وبدي اسال عن الوضع العاطفي اذا في زواج قريب. اوكي. وعن الشغل اذا عندي تغيير شغل وبرات لبنان والكم سنه هيك. قديش انت شغل برات لبنان؟ يعني انت عم بتقدمي شيء لبرا ولا مش مقدمه؟ لهلا بعد ما قدمت، بس الفكره براسي بدي اشوف اذا حتزبط معي. قديش الساعه دلوقتي. صحيحه تقريبا؟ صوب العشرة الصبح. صوب العشرة شوي. اوكي شكرا لاتصالك. ليش عم بسالك؟ لانه انت ميركوري موجود بيت التاسع، عندك نجمين كثير حلوين، نجمين يعني كوكبين، ميركوري والشمس، اثنيناتهم موجودين من نقطه كثير عاليه. هيدي مهمين لانه بيعطوني انه انت من الاشخاص اللي بيسافروا. اذا الساعه صحيحه، اوكي؟ اذا الساعه تقريبا صحيحه، اذا حطيتها الساعه قربت لصوب الساعه 10، اذا قربت لصوب الساعه 10 يمكن ما يكون كثير في عندك اسفار بحياتك مرسومه لإلك دائما كل الوقت. anyway خليني اقول لك اللي انا بقدر اقول لك عنه واكد لك عليه تقريبا الاشياء اللي معقوله تزبط. واضح انه بشهر نوفمبر 2018
بنوفمبر 2018 هلا عم بحكي عن هيدي السنه. بنوفمبر 2018 واضح انه بدق بابك مجال نوفمبر وديسمبر. بدق بابك فرصتين حلوين، فرصتين حلوين كثير مهمين، ان كان للشغل او ان كان لسفر. ما فيني اوعدك بزواج لانه بهالشهرين ثلاثه انه يمكن يكون موضوع انتقال لبيت جديد زوجي يمكن يكون شوي صعب، بس واضح انه في تغيير. مشان هيك سالتك اذا انت مقدمه على شيء برا، لانه في احتمال يكون في عندك سفر لبرا، واحتمال انه الشغل عندك ماشي بتقدم. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال جديد. الو الو تفضلي. مدام كارمن. نعم. انا منى. نعم. مولوده ب 3 اوف مارس ب 3 اذار. 3 اذار 1995. 95. اي ساعه؟ ساعه مش كثير دقيقه، بس بين الواحده وبين التنتين. الظهر؟ ايه الظهر. وين خلقاني؟ بسور. بسور، اوكي. السؤال؟ السؤال عن العمل والدراسه. العمل ودراسه؟ ايه. اوكي شكرا لاتصالك. ميرسي. اوكي ثانك يو. اول شيء ما بقدر ما اطلع على هذا النجم يلي هو زحل، موجود حد الشمس. زحل والشمس حد بعضهم. زحل مطرح ما يكون ملزق باي نجم خاصه بالشمس بيعطي نوع من بروده، بيعطي نوع من صعوبه. بصير الواحد انسان حياته بحس انه لما بده يوصل لشغله بحس انه بده يشتغل دوبل لحتى يحصل على اللي بده اياه، يعني بحس انه درسه صعب، بحس انه طلعت له المعلمه الصعبه بينما بالسكشن الثاني طلعت له المعلمه يلي بتنجح التلاميذ مثلا بسهوله، بحس انه اجى الاسئله الصعبه مثلا بالتشويسز اللي هو نقاها حتى بخياراته اليوميه. هيدا زحل وكأنه بيعطينا الدروس الأصعب. يعني حتى بين الإخوة بنحس إنه يعني بين الإخوة عنا تقريبا نفس الظروف. فبيحس حاله يلي عنده زحل حد شمسه إنه ظروفه دايما عم بتصعب له إياها. اللحظة اللي بده يطلع فيها من البيت بتطوف الدنيا، كون إخواته طلعوا ومشمس الدنيا ووصلوا وما في عجقة، يعني أشياء بسيطة بالنتيجة. هلا ليش عم بتطلع اول شيء على هاي؟ عم بتطلع على هاي لانه زحل موجود بدرجه 14، اوكي؟ زحل موجود بدرجه 14. في عندي كوكب نبتون صار له سنه بيروح وبيجي، بيروح وبيجي على درجه 14، وبعده موجود هالسنه. نبتون وزحل عم بيخربط لك الامور، فكل هيدا شو معناته؟ معناتها بدي اقول لك انه خلي سنه هالفتره سنه 2019 خليهم يمرقوا بهدوء، ما تصعبي حياتك، امشي بالموجود لحتى ما تخيب امالك. هل يا ترى في اشياء حلوه؟ ايه رح لاقي لك اشياء حلوه، في اشياء كثير حلوه وكثير مهمه بتحصل عليها اذا بدك بمنتصف نوفمبر هيدي السنه. فمنتصف هيدي السنه، منتصف نوفمبر هيدي السنه 2018 واضح انه في عندك مفاجاه ساره، مفاجاه ساره جدا بتساعدك لحتى تتقدمي بتصور بشغلك. فأنا برأيي أنه الأمور عندك من هالناحية بتطمن. شكرا لاتصالك. هيدا إذا كان آخر اتصال معنا لليوم. بتمنى لكم نهار كتير حلو. ما تنسوا تتابعوا الأبراج اليومية يلي ما معه خبر 7 إلا ربع صباحا، وأيضا الساعة 10 وربع بعالم الصباح. عودة لألك غادة. بالضبط هيك حتى ما حدا يقول ما لحقت اليوم، في عنده موعدين يوميا حتى يقدروا يتابعوا حظهم وكل الابراج. ميرسي لك كارمن، ويلي حابب يتصل اكيد الاسبوع المقبل رح ناخذ كمان مره بريك، خليكم معنا. عودة حتى نتابع فقرات عالم الصباح لليوم الخميس، ومثل كل خميس كمان تانيا انضمت لنا بخلينا نحكي. صباح الخير.
طبعا حلو. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. عادة بنحب نحكي كثير بس وقتها بيكون في قضايا لها علاقة بالمرأة أنا وياك فسائد ما بنحب نحكي عنها. لا أبدا أبدا. لا السبب بدي تساعديني رحب بضيفتنا اليوم الكاتب العادل أستاذة رندا عبود. أهلا وسهلا فيك. حضرتك عضو باللجنة القانونية بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. رح نحكي عن عدة مواضيع وعن شيء كثير مهم حصل مؤخرا وبفضل يمكن السعي يلي قامت فيه الهيئة. بس قبل خلينا نعرف المشاهدين أكثر الهيئة بشو عم تتعاطى. أكيد بأمور المرأة طبعا واضح من اسمها بس أكثر على أي أصعدة عم تشتغل. خليني أعرف الهيئة شو هي. أكيد نتيجة هيئة. مؤتمر سيداو العالمي اللي عم يدفع نحو القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة أنشئت أولا لجنة وبعدين تحولت لهيئة رسمية تابعة لمجلس الوزراء للحكومة. هالهيئة بتتعين بمرسوم وفقا للقانون 720/98 وهلأ مشكلة عادة بتكون سيدة الأولى رئيستها بس هالمرة تولتها سيدة كلودين عون روكوز اللي هي جدا نشيطة ونحن فخورين فيها بالشغل الدائم اللي عم تعمله مع نحن 24 سيدة فاعلات كلهم اسم الله بالمجتمع وكلهم ناجحين وناجحات بدنا نضل على المؤنث ضمن أعمالهم وتطلعاتهم. وأكيد اللجنة عندها عدة أمور عم تشتغل صحيح. عليها بنفس الوقت هي عندها عدة مهام حسب القانون حتى صح. يعني عندنا مهام تنسيقية نحن مننسق بين كل هالوزارات والسلطات والجمعيات الـNGOs بتشكل الهيئة هي المظلة لهالمجموعة الأشغال اللي بتصير لأنه إذا بدك حسب القانون هي الوحيدة المخولة برسم سياسة المرأة مع العلم انه هلا في عنا وزاره الدوله لشؤون المراه صحيح. صحيح. بدي اقول لك ايه انه في ايه. وزاره صحيح. هلا مؤقتا هالوزاره يمكن بالحكومه الجايه ما يغيروا رايها لانه ما لنا ايه. وزاره ثابته ونحن بنتمنى انه تصير الهيئه هي الوزاره حسب انا رايي أكيد. الخاص طبعا بقول انه بتمنى انها تكون هي ثابته دائما لما لديها من انعكاسات على دور العائله والطفل وما الى هنالك تاثيرها على الوطن ككل صحيح. الامر الثاني اللي بنشتغل عليه هو موضوع تنفيذي نحن طبعا لانه مش وزاره معنا اياده تنفيذيه كثيره على الارض انما بنتعاطى مع جندر فوكال بوينتس بالوزارات نتعاون مع البلديات بنسعى الى تغيير كل هالمنظومة الثابتة من خلالهم ومن خلال الجمعيات بالشغل اللي عم يشتغلوه على الأرض نعم وبعتقد كمان يعني من الأمور يلي كمان من مهامكم اللي عم تعملوها رح نحكي عنها بعد شوي هي البحث بالتركيبة مثل ما قلت المنظومة الراكبة الثابتة منا كتير جامدة عم بتفتشوا على البراش على الأماكن المفتوحة فيها صحيح. لحتى نقدر نعمل تعديلات ما بدها لا 100 اجتماع مجلس وزراء ولا أقرار عنا بالقوانين بتسمح لنا وهذا شيء يمكن من إطار تخصصكم أو تخصص البعض منكم عم تقدروا تعملوه رح نحكي عنه أكثر بس خلينا نشوف قبل فيلم قصير بخبرنا عن هالهيئة اللي هي لازم تكون بتهم كل لبناني ونتعرف عليها أكثر بهالدقيقة وشوي القصيرة Thank you.
حلو كتير، يعني عم نغطي مواضيع أساسية ومطروحة دايما على البحث بلبنان. أوقات بنقطع الأمل، أوقات نقول ما في أمل، أوقات نرجع نقول بلا في أمل. بالعكس، يعني اليوم هذا اللي بدي أقوله للصراحة، أنه عنا هيئة رسمية موجودة فاعلة عم تشتغل على هالمواضيع وبالقانون. يعني خليني أقول أنه المهمة الثالثة الأساسية تبعنا هي دور الاستشاري لدى الحكومة. صحيح. ونحن من الناحية القانونية، نحن أي قانون يطرح على المجلس الوزراء بيتعلق بشؤون المرأة، نحن قلنا الدور أنه نبدي الرأي فيه، وبنفس الوقت بنحضر بلجنة الإدارة والعدل لابداء الرأي بجميع المشاريع والاقتراحات القوانين اللي معروضة. منشان هيك هون شفنا بهالفيلم نحن عم نشتغل على مجموعة أمور. صحيح. أولها هو تزويج المبكر، تزويج القاصرات، وتحديد السن الأدنى للزواج. وهيدا مشروع قانون هلأ انتهى من لجنة الإدارة والعدل بعد 7 جلسات مضنية، وتحول هلأ على الهيئة العامة الحمد لله، يعني وإن شاء الله أنه قريبا أنه بيقر هالقانون. تحدد فيه السن الأدنى للزواج 18 سنة، ولي استثناءات بسيطة بتتعلق كمان بتدخل قضائي بتكون ل 16 سنة في حالات معينة. نعم. عم نشتغل كمان مثل ما شفتوا على موضوع الجنسية. الجنسية أتعرف. الجنسية طبعا نحن كلنا فينا نقدر الهواجس لدى اللبنانيين، واللي طبعا نفهمها من التوطين وديموغرافيا، ولكن في أزمة مالية ما فينا نسكر عيوننا عليها. يعني فينا أزمة إنسانية. إيه صح، بنعمل كلكا لحاله. المساواة يعني بالدستور تعطي للمرأة الحق أن أقل الإيمان تعطي لأولادها فقط. مزبوط. يعني ما عم نروح بهالطرح هيدا. هيدا القانون اليوم هو بهيئة التشريع والاستشارات لإبداء الرأي وإحالته كمان على لجنة الإدارة والعدل. إن شاء الله أنه بيسلك الطرق الآمنة. وبانتظار قبل ما يدهمنا الوقت، بانتظار اقرار المشاريع اللي عم تحكوا عنها، وفي عنا العنف كمان، حقك ترفض العنف وتشاركي بالعمل كمان، هيدي عم نشتغل فيها لتشديد العقوبات وتسريع المحاكمات. هلا عم نشتغل فيها، واكيد في تعاون مع الجمعيات. الاهم بدي اقول الكوتا، لانه الكوتا هي شغله مهمه، لان المراه قدرت تثبت حالها بكل المجالات. صحيح. قدرت تقول اني انا موجوده بكل القطاعات، مثل ما انتم هلا متميزات. صحيح. هلا بحضوركم الاعلامي واللي عم تساعدونا فيه من خلال هالاطلالات شو عم نعمل وكيف بدنا نساعد المراه، ولكن الكوتا بتبقى إذا المرأة ما قدرت تدخل على التشريع على مجلس النواب وتبدي كلمتها ما رح تقدر تكون. منشان هيك الكوتا هلا لازم تكون إلزامية، وكوتا على المقاعد وليس على الترشح. صحيح صحيح. لأنه شفنا أنه بالانتخابات الأخيرة رغم كل المحاولات، لأنه ما في كوتا في مناطق ما شفنا ولا حتى ولا مرشحات سيدي. يعني صحيح. ولا سيدة. نحن بالفعل بحاجة، ولولا كوتا لا وقت معين طبعاً. محدد لكانت فيتت الثقافة. مش تظل يعني هي لتركب الثقافة هي المنزلة يعني على طول. أكيد. مؤقتة. مؤقتة. هي إجمالة مؤقتة لتغيير ثقافة معينة ونظرة معينة. صحيح. بدي أرجع على تعميم جديد صدر تعميم. بفضل بفضل جهودكم وبفضل متابعة وبفضل بحث عن الثغرات الجديدة بالقانون وبكل مصداقية عن أمور تقدر تساعد المرأة، يلي هو التعميم يلي صادر عن مدير عام وزارة الداخلية، إدراج أسماء أولاد المطلقة على بيان القيد العائلي، لأنه كان ما بتقدر قبل، كان ترجع على خانة أهلها حسب ما كنت عم تفسري لي قبل وحسب ما بنعرف، ولكن ما في منشنينج، ما في ذكر لأولادها يلي كل ما بدها لأي معاملة بالدولة لأي شيء حياتي يومي ترجع لعن طليقة وتطلب منه يطلب لها، وإذا طليقة مع باله أو إذا طليقة مسافر أو إذا عباله يحاربها بعد أكتر في ما يلبي 100%. كل هودي الأمور، أول شيء بدنا نشكر المدير العام أكيد. طبعا لأنه كان جدا متجاوب، وبتعرفوا انه عاده القانون بياخد امد طويل ليصدر. هيدي التعميم ممكن تساعد كتير ونلقي مفاتيح نفوت فيها بشكل صح. اسهل لتامين المساواه الجندريه اقلها بالامور الاداريه البسيطه. يعني هيدا امر اداري مش مفروض انه نفكر فيه. صحيح. نحن هلا صرنا بهالعصر وبعدنا عم نحكي بهيدا الموضوع. المراه ممكن انه مثل ما بنعرف انه بمجرد زواجها تشطب، لانه هي ما عندها كيان قانوني مستقل، دائما تابعه اما للزوج او للاب، تشطب من قيدها العائلي تحال الى قيد زوجها، ثم بعد الطلاق كمان تشطب وتعاد. والأسوأ انه يدون على هالخانه مطلقه وكانه هي جريمه موضوع الطلاق. وانا هون كمان بتمنى على المدير العام انه تنشطب، انا لانه ممكن هي تعيد بناء حياتها. ليش انا بدي اكون مزوج او مطلق او مين له معي؟ اتركوها هذا الموضوع. اذا اعتزني لاحقا باي امور كحصر ارث او تدبير، القضاء بيبقى بيبحث عنه وقت اللي بيعوزه، مش ضروري يبين للكافة شو وضعه وشو عملت بحياتها، لأن منا جريمة إذا الإنسان طلق أو ما طلق. اليوم هيدا القرار يتيح لها التعميم، يتيح للمرأة أنه تدون على خانة الملاحظات كل أولادها،
مع القيد العائلي، وأنا بتمنى أنه يضاف كمان له الطائفة. للأسف بقول الطائفة ليه؟ لأنه بعدين إذا توفت المرأة ونعيز هالإخراج القيد البيان القيد بمعاملات حصر الإرث بيقدروا يستعينوا فيه، مش ضروري نرجع على قيود الزوج تنقدر نبرزها. طالما بعض النظام هيك قايم على الطائفة، على الطائفية يعني. نحن نظام الإرث أكثر شيء أكيد نحن مبتغينا والمنى للجميع، بعتقد أنه نوصل لقيد قانون بخارج إطار القيد الطائفي، نكون كله قانون أحوال شخصية. أكيد. خارج إطار القيد الطائفي نروح على الزواج المدني، ممكن الاختياري، ما رح نقول في شيء إلزامي، بس خلينا نروح نوسع أكثر وأكثر بالقوانين، يعني تكون موحدة، تكون تحت صحيح يعني. قبعة واحدة كمان اللي عملته الهيئة زيادة هيدا التعميم كمان بالتعاون مع مدير عام الأمن العام، كمان مشكور. ما كان ينزل اسم عائلة الأم على جواز سفركم، ما بعرف إذا منتبهين، هلأ صار ينزل اسم صار ينزل. عائلة الأم؟ أمك ينزل. إيه مزبوط، كان اسم الأم صح، بس صح. بدون عائلتها مزبوط. هلأ صار كمان ينزل الاسم. حلو. في كمان شغلة اللي معظم السيدات ما بيعرفوها، إذا كانت أرملة بس ما عندها أولاد، يعني ما عندها ارتباط بهالعائلة اللي انتقلت لها، إلا حق أنه هي تنقل قيودها وترجع على عائلتها الأساسية إذا حبت، لأنه من هونيك يمكن ترجع كمان تبني حياة جديدة لأنه ما عندها حدا. كمان فيها تعمل نقل هالمعاملة بدون أي عوائق قانونية. حلو. وفي كمان كنت عم تقولي لي عن إفادة قيد فيها تطلبها صارت السيدة إذا مثلا إذا عندها عدة طلقات عدة مرات. نعم. بتقدمها بتقدمها هيدي بالمديرية العامة للأمن العام. نعم. وهني مديرية الأحوال الشخصية عفوا، وهن ساعتها بيعطوا إفادة بالأولاد كلهم، شو عندها أولاد. كتير مهمين يعني. نعم. صحيح يمكن هن معاملات بسيطة بعدنا عم نحكي فيهم، بس أساسيات للحياة اليومية، للمساعدات الغذائية أوقات كنا للمساعدات الأمومة. للأمومة سبق قلت لك أنه ممكن مساعدات الأمومة أو الضمان أو كل هالتفاصيل، المرأة بتعذب إداريا بالاستحصال على مستندات واللي هي شغلة كتير بسيطة. صحيح. ما اليوم صار هالتعميم اللي أصدره سعادة المدير العام مشكور. سهل، مشكور أكيد، سهل كل الأمور، وكان أكيد. جدا متعاون طبعا مع سيدة كلودين عون روكس بهالموضوع، وصلنا لنحقق هالهدف بسرعة كتير كبيرة يعني، وصارت المرأة تاخد مستنداتها بسهولة أكتر، إلا إذا في موانع قانونية أو القضاء منعها أو في تزوير لا سمح الله، بس إنما لا يحق لمأمورين نفوس إنه يمتنعوا عن القيام بهال. يعطيكم ألف عافية على الموضوع. بعد عنا أقل من دقيقة بدي استغلهم سريعا لنحكي عن اليوم. نحن وهون هلأ مجتمعين عندكم بالمركز عم بتوقعوا اتفاقية تعاون مع 8 بلديات على كافة الأراضي اللبنانية منتشرة لا تفعيل دور المرأة في العمل السياسي المحلي على الصعيد المحلي والوطني. نعم. وهون كمان بدنا نشكر الوكالة الألمانية للتعاون جيز، لأنه هيدا مشروع للشرق الأوسط وهني عم بيعاونونا فيه، واليوم عم نوقع اتفاقية التعاون هلأ بهاللحظة بمركز التدريب عنا، وإن شاء الله أنه سيدات اللي ما بيعرفوا حتى على القليل يسألوا أو يفوتوا على الفيسبوك على موقعنا NCLW الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، بياخدوا كتير معلومات كيف ممكن نساعدهم، كيف ممكن نوجههم، حتى إذا مش نحن قدرنا قمنا بالمهمة فينا نحطهم على السكة بالنسبة لجمعيات الNGOs اللي عم بيساعدوا رائع. بشكل كتير كبير على العمل رائع كمان. بدنا نشكرك كتير أستاذة رندا، وبدنا نقول لكم يعطيكم ألف عافية. نحن بحاجة لهالعمل وبحاجة ماسة، والدليل على التعاون يلي عم بتلاقوه من رجال بموقع السلطة بيقول إنه هيدا دليل إنه معركة تحصيل حقوق المرأة هي معركة نساء ورجالا عم بتخدوها للكل. بس بدي أقول بس بعد كلمة أخيرة أنه ما نستخف بالأشياء اللي عم تنعمل لو كانت صغيرة، لأنه هيدا التغيير، هيدا التغيير بيغير الثقافة وبيخلينا نقتنع أنه تغيير على الأرض ما بيصير مباشرة، هيدا بده تغيير اجتماعي ووطني وبيئي وكل العقليات كتير تتغير. فينا نبلش خطوة وخطوة بالتعاون بين الرجال والسيدات، وأكيد الإعلام اللي له دور البارز دائما. صحيح. يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم دائما عنا. بس تعرفوا نحن السيدات قلبنا شو كبير، ما هيك وزير يعني شؤون المرأة رجل مش سيدة يعني نتأمل هالمرة شوفي نحن قلبنا شو كبير مينيموم نحن منقدره بكل المجهود اللي عمله نحن شخصيا أكيد منقدره ولكن أكيد أنه نحن منتمنى المرة القادمة تبقى هالوزارة وتصير ثابتة وما تعود يعني تكون مؤقتة أو بقانون ثابت وتكون على رأسها امرأة. مرسي. أهلا وسهلا فيكم. بريك، خليكم معنا نرجع من تابع.
عنا أربع وصفات مع الشيف حسين اليوم عم يتحضروا، بلشوا منع بكرة بفقراتنا مع رشة ملح. إنما قبل ما نروح لعنده ونعرف وين صاروا، منروح نحن وياكم بهالجولة على صالة السينما. زين الحاج تهرب، تكله القايم خليه يهرب. عارف ليش انت هون؟ اي نعم. ليه؟ بدي اشتكي على اهلي، هم خلفوني. ضمن افلام هالاسبوع الفيلم اللبناني الرائع كفر نحوم للمخرجه نادين لبكي. الفيلم بيحكي قصة الصبي زين اللي بيرفع دعوة على أهله لأنهم أنجبوه بالظروف السيئة اللي عايش فيها. الفيلم بتناول أيضا موضوع السجون والعمالة الأجنبية، وهو فاز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي، وتم ترشيحه لتمثيل لبنان ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي بجوائز الأوسكار. البطولة لممثلين غير محترفين، وعلى رأسهم الطفل زين الرافع، كوثر الحداد، نور الحسيني، يوردانوس شيفراو، وباستثناء المخرجة والممثلة نادين لبكي. I may look like a nice English lady in a sensible cardigan, but these days it's a thin veneer and it's starting to crack. To bring kids into this bloody world. My point is, I just don't think that the world needs more kids. Wait, how can we get it? والفيلم الدرامي جولييت نيكد عن آني، وهي حبيبة دونكن المعذبة سابقا لفترة طويلة، وكيف بتقوم بعلاقة مع مغني ومؤلف موسيقي واللي هو قضية هوس دونكن، مع إيثان هوك وروز بيرن. I'm not getting a famous American rock star a glass of water. I'm not that famous, okay, and I'm an alcoholic. Well, you'll fit right in. I was wondering if you'd be interested in me. Do you think there's any way back for me? You sure this doesn't have something to do with your idol coming along and fancying me? Please, how do we know that's even him? Well, I have a passport. Well, that would be super. Well, all of this seems to be in order. Really? Oh, thank God. I run an exclusive school. Especially designed for unique young people like yourself. At first, it may take a little adjustment, but you will find the peace and quiet refresh the mind, as well as the spirit. ولمحبي أفلام الرعب، Boarding School عن صبي صغير مأخوذ بشخصية جدته المتوفية، وبتم إرساله إلى مدرسة داخلية لمعالجة الموضوع، وبيقوم بإدارة هالمدرسة مدير غامض وزوجته مع لوك برال، سامانثا ماتيس، وديفيد أرون بيكر. فإذا من بعد ما كنا سوا بهالجولة على صالات السينما، ومثل العادة دايما اختيار الأفلام بيكون من اختصاص غيدا، نرجع نحن وياكم على الاستوديو، رح نتابع هلأ تفاصيل أكثر بمحطتنا التالية مع شيف حسين ورشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا أربع وصفات بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح. عنا جياب التاجر بالدجاج، هيدي هني هول هني الجياب، بس بضل في عنا الدجاج. الدجاج طبعا رح نحضر أنا وياكم الدجاج اللي هني من منتجات بولدور، الدجاج الصحي، الدجاج اللي كتير طيب. طبعا رح نحضر الدجاج انا وياكم، رح نحط الدجاج على النار مع البصل مع الفليفله، ورح نرجع نحط لهم مايونيز. لكن هيدا كان بالنسبه لجياب الدجاج. عندنا كبسه بالقريدس، وايضا في عندنا توست بالافوكا والحبق، كمان في عندنا بانكيك بالشوفان بدون الجلوتين. هول هن وصفاتنا مشاهدينا لليوم. اول شيء رح نبلش انا وياكم بالدجاج، لكن رح نحط الدجاج على النار مع البصل. رح نبلش بالدجاج، رح نحط بصل ودجاج، صدورة الدجاج مسحبة بدون جلدة بدون عظم، رح نحطهم على النار. نجيب طواية، اوكي،
بنحط طوايه على النار، بنحط فيها من زيت الزيتون، نستعين بصدورة الدجاج المسحبة، طبعا منجيب لوحة تقطيع صفرة، منقطع لصدورة الدجاج مربعات، اوكي بهالشكل، لكن مثل ما عم بتشوفوا صدورة الدجاج مسحبة بدون جلدة بدون عظم، منقطعها بهالشكل بنحطهم على النار. طبعا مشاهدينا فينا نعملها بالقريدس، فينا نعملها بلحمة الفيليه، ما عنا أي مشكلة، لكن عنا كمان منكرر العملية، نجيب بعض من صدورة الدجاج منقطعهم وأيضا منضيفهم لزيت الزيتون موجود عنا على النار. برجع بذكر المشاهدين رح نضيف لهم من البصل، رح نضيف كمان من الفليفلة الخضراء، فينا نحط فليفلة ملونة كمان ما عنا أي مشكلة. أوكي. هون ضفنا نحنا الدجاج، منحركهم لكن مشاهدينا مثل ما شفتوا صدورة الدجاج مقطعة، نستعين بالفلفل الأسود كمان منحط رشة ملح، وبهالوقت بجيب البصل طبعا بصل جوانح، ضيف البصلات فوق الدجاج، وايضا بدنا نضيف كمان بعد من الفليفله الملونه. هلا اذا بدكم انتو فيكم تحطوا معهم بصل بودره، فيكم تحطوا ثوم بودره، مش غلط اذا حطينا بصل بودره او ثوم بودره. اوكي رح جيب بهالوقت كمان الفليفله، فليفله الخضراء مثل ما خبرتكم، فينا نحط ايضا مشاهدينا من الفليفله الملونه ما عندنا اي مشكله اذا حطينا كمان فليفله ملونه. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه. لكن بلشت انا بتقطيع الفليفله بهالشكل هيدا مثل ما عم بتشوفوا، كمان منضيف مثل ما عم تشوفوا الفليفله الخضراء او الفليفله الملونه. هلا هون بذكر المشاهدين فيكم تحطوا معهم كمان من الفطر. طيب هيدي الوصفه اسمها جيب التاجر بالدجاج. هون في عنا خبز توست، هيدا خبز التوست نحنا رقيناه شوي بالرقاقة طبعا او بالشوبك، بعد ما حطيناه بالشوبك حطيناه بالزيت وقليناه هون بزيت النباتي. لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا عندي خبز البندومي رقيناه او حطيناه بالشوبك وبعدين رقيناه بالشوبك وقليناه بزيت نباتي، صار جاهز عندي بهالشكل. الخليط موجود على النار، الحشوة موجودة على النار اللي بدي احشي فيها خبز البندومي او التوست الطري. هاي الحشوة عم بقلي بصل، عم بقلي فليفلة، عم بقلي دجاج، رح ضيف انا كمان مشاهدينا لقلهم بعد ما قليهم رح احط لهم مايونيز واخلطهم مع المايونيز واحشي الخليط.
هون بذكر المشاهدين فيني انا احط قريديس، فيني احط كمان مشاهدينا من ثمار البحر المشكله، او فيني اجيب كمان لحمه الفيليه، اقطع لحمه الفيليه واحط لحمه فيليه، ما عندي اي مشكله مشاهدينا اذا حطينا كمان وكمان من لحمه الفيليه. طيب هون في عنا كبسه على النار، صارت جاهزه الكبسه، وعندنا كمان عجينه البانكيك. عجينه البانكيك حضرناها بثاني فقره من فقرات رشه ملح، حطينا خليط، حطينا حليب الصويا بالخلاط الكهربائي، وحطينا مع خليط الصويا خل التفاح. رجعنا جبنا خليط مكونات جافه اللي هو عباره عن شوفان، حطينا بيكنج باودر، بيكنج الصودا، وحطينا رشه ملح وفانيل، خلطناهم مشاهدينا مع بعض، وجبنا رجعنا عصير التفاح، ضفنا عصير التفاح لهذا الخليط لحتى صار عندي عجينه متماسكه ورخوه بنفس الوقت. حطيت بطوايه من المواد الدهنيه، زيت نباتي او زبده، طبعا لحتى صار عندي بهالشكل عملتهم، حطيت من كبشه، كل كبشه بطوايه صار عندي البانكيك. البانكيك بعد رح نحط على وجهه من صلصه الشوكولا، رح نقدمه لكان مشاهدينا مع صلصه الشوكولا باخر فقره من فقرات رشه ملح. بضل في عنا كمان عنا وصفه اللي هي توست بالافوكا، توست بالافوكا كمان طبق كثير طيب، الافوكا جاهز عنا باخر فقره من فقرات رشه ملح، رح نحضر توست بالافوكا، رح نطحن الافوكا، رح نطحن مع الافوكا الحبق الاخضر كمان، وكمان مشاهدينا رح نحط عصير حامض، رح نحط ثوم، رح نحط ملح، رح نحط فلفل اسود ونخلطهم، وايضا بدنا نحط كمان من بذر اللقطين ومنقدمهم على خبز توست. خبز التوست او فينا نتركه طري او فينا نحمصه، هيدي التفاصيل رح خبركن عنها باخر فقره من فقرات رشه ملح. اما هلا هون مثل ما عم بتشوفوا الدجاج صار جاهز عندي الدجاج، طبعا رح طفي النار انا تحت الدجاج ورح جيب المايونيز، بدي اخلط هيدا الخليط مع المايونيز. طبعا هلا بذكر المشاهدين انه هول التوست او الخبز الطري فيني لتو بالبيض وبالكعك، لان المكونات اللي شفناها على الشاشه في بقلبها بيض وفي بقلبها كمان من الكعك، لكن عندي مايونيز، بضيف المايونيز لالون بهالشكل ونخلطهم مشاهدينا مع المايونيز للدجاج وهيدا الخليط، البصل والفليفله مع المايونيز، وبنجي كمان مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نخلطهم بهالشكل. اوكي طيب رح اجي على خبز توست المقلى احشيهم مثل ما عم بتشوفوا بهالشكل هيدا، لكن جيب التاجر بهالشكل، طبق كتير طيب. اوكي كمان منكرر العملية. طيب هول صاروا جاهزين بهالشكل، رح جيب انا من البندورة الكرزية، رح زين بالبندورة الكرزية كمان بهالشكل، بحط بندورة كرزية ليهون، وإذا بدي فيني جيب من الخس الأخضر أو الخس الملون ما عندنا مشكلة، كمان منزين أو منحطهم بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا بهالشكل هيدا. أوكي اوكي لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا كيف قدمتهم، وفيني جيب كمان ترانش حامض ايضا، كمان زين بترانش الحامض كمان بهالشكل. طيب
هيدا الصحن جيب التاجر لكن مشاهدينا صار جاهز عنا. بضل في عنا وصفة اللي خبرتكم عنها بالأفوكا، رح نحضرها أنا وياكم بعد شوي، ورح أخبركم على الكبسة بالتفصيل كيف حضرنيها بأول فقرة من فقرات رشة ملح. أما هلأ خلينا نتوقف نحن وياكم مع بريك قصير وبنرجع سوا. متابعة عالم الصباح لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت، مثل العادة آخر فقرة بتكون مخصصة للشيف حسين لحتى نرجع نخلص كل أطباقنا لليوم. صباح الخير من جديد إليك ولكل المشاهدين. طيب تفضل، وين صرنا؟ هيدي الكبسة جاهزة. أوكي. أما هلأ شو رح نعمل قبل الكبسة؟ رح نجيب خلاط كهربائي. نعم. بالخلاط الكهربائي شو رح نحط فيه؟ تفضل. لكن مشاهدينا هاي الكبسة عم نشوفها قدامنا على الشاشة، لكن مثل ما شفتوا هيدي الكبسة رح جيب خلاط كهربائي. شو ما نحط فيه؟ يلا رح قلك شو رح نحط بالخلاط. بدنا نحط فيه أفوكا. لكن رح نبلش نحن أفوكا بالتوست. عم نحضر الأفوكا أو توست بالأفوكا. الجياب طبعاً. التاجر هيدولي هول الجياب صاروا هون؟ ايه هول الجياب صاروا موجودين. هيدي الجيبة بس الجياب صغار عادة تاجر جيابه كبار. هاي جيبة صغيرة طبعا نحن فينا نكبرها. اكيد. هون عنا الافوكا، افوكا عم نحكي بالحبق. رح جيب معلقة او ياي ما بيأثر في كتير. نحط الأفوكا بهالشكل بالخلاط، كمان نجيب أفوكا. أوكي. مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نفرغها. طبعا عم نشوف كمان المقادير عم تمر قدامنا على الشاشة. كمان بنجيب حبة تانية من الأفوكا. أوكي. هون أنا بذكر المشاهدين لازم الأفوكا تكون مستوية، بس انا جيبها شوي كمان بعدها مش مستويه على الاخر، بس بيمشي حالها. اوكي كمان ميان. شو ما نحط معهم هيدول هلا؟ رح نحط معهم توم. ورح نحط معهم عصير حامض، ورح نحط معهم ملح وفلفل اسود. رح نحط معهم كمان من الحبق. اوكي. لكن حطينا الافوكا، رح اجيب انا حبق من عندي من هون من جنينة. هالجنينة صار بدها تشحيل وتظبيط. حطيت حبق، بجيب رشة ملح، بجيب كمان توم، بنحط ايضا توم. اوه. بنجيب عصير حامض لحتى يضل الافوكا لونه اخضر. نعم. و بعبدنا فلفل اسود، هلا بنحط رشة فلفل اسود. اوكي. طيب. هيك؟ ايه هلا تشوفي شو رح نعمل. نحط رشة فلفل أسود وطبعا نخلطهم. طبعا هون نحن تركينهم لحتى ينعموا. بعد ما ينعموا رح نجيب خبز الطاسة الطارئة أو خبز البنجنين مثل ما عم بتشوفي، وبدنا نضيف لألون. في عندي هون بزر. هيدا بزر شو؟ هيدا بزر لقطين. بزر لقطين مفقع. صح، رح اخلطهم مع بزر اللقطين. هون جوا؟ لا مش هون، بس يخلصوا. اوكي. هلا صار الوقت لحتى اخلطهم مع بزر اللقطين.
رح اجيب بزر اللقطين، ضيف بزر اللقطين ونخلطهم بهالشكل. اوكي اوكي، لكن الافوكا خلطناها مع بزر اللقطين. طيبين بزر اللقطين. ايه عن جد. ورح اجي جيب خبز البندومي، بدي شيل الاطراف، لكن نشيل الاطراف بهالشكل. اوكي كانت تتنقوز؟ فيك تتنقوزي. اوكي رح اجي اجيب الصحن لحدي لبلش اسكب هالطبق. تفضل. طيب لكن مثل ما عم بتشوفي اليوم استعملنا باندومي بوصفتين. بوصفتين صح. بدنا نزينهم؟ اكيد بدنا نزينها بالبندوره. فينا نزينها كمان بالحبق. لان هي دخلها حبق. صح. انا بهالوقت برجع بذكر المشاهدين، حطينا ثوم، حطينا افوكا، حطينا كمان من الحبق الاخضر، وايضا حطينا عصير حامض، ملح وفلفل اسود وبزر اللقطين. اوكي كمان. نستعين بعد بحبة. يلا. لكن هون برجع بذكر كل المشاهدين، غادة عم نحضر طبقنا لليوم، توست بالأفوكا. طبعا توست بالأفوكا هيدا طبق كتير طيب. مثل ما شفتوا مشاهدينا، حطينا بالخلاط الكهربائي أفوكا، لكن حطينا أفوكا، حطينا عصير حامض، حطينا توم، وايضا حطينا حبق اخضر، كله نخلطهم مع بعض مع الملح والفلفل الاسود. صار جاهز عندي هيدا الطبق بعد ما طحنتهم، حطيت لهم بزر اللقطين وخلطناهم وسكبناهم بهالشكل. رح نزين بالبندوره الكرزيه. تفضل. كمان بجيب بندوره كرزيه بنحط على الوجه. اما بضل في عنا الكبسه. الكبسه بالقريدس حضرناها باول فقره هون، يعني صحيح بأول فقرة من فقرات. خلص بدنا نضل مسكرينها؟ لا خلص فينا نفتحها. صارت جاهزة عنا. بس قبل ما نسكب الكبسة بالقريديس رح خبر المشاهدين كيف حضرنا الكبسة. لكن رح نبلش هلا بالكبسة بالقريديس. رح نشوف طبعا مقاديرها كمان على الشاشة. بالنسبة للكبسة بالقريديس، أول شيء حطينا مواد دهنية، زيت زيتون أو زبدة أو سمنة أو زيت نباتي على النار. حطينا بصل جوانح وحطينا زنجبيل. لحتى دبل البصل جبنا ورق غار، جبنا حب هيل، جبنا كبش قرنفل، جبنا عود قرفة، وجبنا حامض لومي ناشف. قليتهم، شميت ريحة البهارات أو المطيبات اللي ضفناها. رجعنا حطينا يا غادة رب البندورة، حطينا كمان فيكم تحطوا حر، اللي بحب الحار فيكم تحطوا حر. حطينا رب البندورة وحطينا كمان بندورة، قليناهم ايضا مع بعض. رجعنا جبنا بهارات الكبسه، ضفنا بهارات الكبسه، وجبنا مية القريدس. مية القريدس منين بنجيبها؟ بنسلق القريدس وبناخذ المي طول السلق القريدس. او اذا بدكم مشاهدينا فيكم تحطوا مي عادي، ما عندنا مشكله. حطينا مية القريدس وحطينا القريدس، غلوا كلهم مع بعض، القريدس بقلبها، غلوا كلهم مع بعض، وضفنا الرز زيت. بعد ما ضفنا الرز زيت خففنا النار وتركنا الرز لحتى ينبت. هيدا الرز صار جاهز عنا لحتى نسكب الرز بهيدا الوعاء. طبعا القريدس بقلب الرز. انا رح زين الوجه، عندي مول رح احط على الوجه من المول بالاخر. بالاخر ما ضروري يكون في حدا صوص او شيء. في عنا سؤال بالاسئله. في ست عم بتحضر السمك عم بيفرط معه. السمك اول شيء نحن السمك بده نار قويه، بدنا نكون محميين الزيت، وبدها تكون النار اذا عم نقلي، يعني اذا عم نقلي سمك طبعا. او في عنا كمان طريقه تانية اذا عم بيفرط السمك كتير، حسب اذا كان السمك طازه او مش طازه. فينا نحن هون على الميلتين نلت السمك بالطحين ونحمي الزيتات كتير منيح ونقليهم. اوكي هيدا كان اول سؤال لحلقتنا لليوم. كمان طيب. في عنا
في عنا سؤال تاني اللي هو كيف بنشوي السمك الفيليه هامور. الفيليه هامور كمان بدنا نلته بالطحين أفضل. اذا كان متلج الفيليه هامور نحنا بدنا نجيب الفيليه هامور اذا كان عندنا متلج بدنا ننقعه بالحليب ليرد المواد البروتينيه اللي بيخسرها خلال تتليجه او تفريزه. اما اذا كان فريش دغري بنلته بالطحين وبنحطه على الجريل، بنحطه على الفحم، بنحطه بالفرن حسب ما يكون حسب ما بيكون موجود عندنا. لكن فيكم تشوهم على الفحم، فيكم تشوهم بالجريل، فيكم تشوهم بالفرن حسب ما بيكون مشيدين، او فيكم تقلوهم كمان، بس المهم تلطوهم بالطحين لحتى ما يفرط عنا سمك الفيليه اللي كان المتلج ولا كان الفريش. هيدا كان بالنسبه للسؤال الثاني. طيب وين صرنا؟ بدك ترجع تعدلنا من هون؟ يلا رح نرجع نعيد، بس خلينا نسكب هيدا الطبق بعد معنا حوالي دقيقتين ونص بخلص وقتنا. طبعا رح نزينه ليك الكزبره، ما بدنا ننسى انه هيدا الطبق كمان في بقلبه من الكزبره الخضراء. انا سكبته صار جاهز عنا. بعدهم سخنين؟ بعدهم سخنين ما بيأثر. رح جيب البس كفوف ورح جيب المول كمان ونزين رح حط مول بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا. فينا نزين كمان بالقريدس الحبة الكبيرة. هلا هون طبعا الرز بعده سخن ف كان بده وقت بعد صح. ايه. وهلا رح جيب بالنسبة انا 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 يلا هيك كله بدك كيف بدك يا عين ولو اختصاصي شوكولا ما فيك تمرق شوكولا من حده كل القنينه منيح؟ صحيح يا هاي خلصت برد لك اياها فاضي خلصت؟ طيب يلا هيدي وصفه وهيدي اثنين وهيدي ثلاثه وهيدي الرابعه. اما بالنسبه في عنا لصلصه الروستو خبرت المشاهدين عنا هيدا السؤال كان عنا اياه امبارح من قبل بس من قبل بس كمان في مشاهدين رجعوا سالوني عنه بالنسبه لصلصه الروستو. صلصه الروستو نحن اول شيء بنجيب الروست بيف بنقليها بنحمرها على النار. بعد ما نحمر الروست بيف بنحط لها مواد معطره كرات كرافس جزر حبهيل ورق غار عود قرفه وبنضيف لهم مي بنسلقها بدها حوالي ساعتين على النار السلق. بعد ما نسلقها بنشيل الروستو بنشيل الشهبيه بنحطها على جنب وبنطحن الميات مع المواد المعطره وبنحضر خليط هو عباره عن زبده وطحين وبندوب الزبده والطحين وبنضيف المرق مع الخضار فوق الزبده والطحين بننكهها بجوزة الطيب بالفلفل الاسود رشه ملح كلهم هول بيعطونا نكهه كثير طيبه. لكن غاده نحن خلص وقتنا لهون. انا بدي اشكرك بدي اشكر كل المشاهدين الف صحتين. وصفتنا لليوم ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم ونتركم بكره كمان الساعه 10 بتوقيت بيروت. الله رات بقيت نهار كثير حلو نتمنى دائما لكل يلي عم بيتابعوا شاشتنا وملتقانا بكره بعالم الصباح.